أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، ونستأنف بإذن الله المحاضرات لصالح الأطفال من مرضى السرطان. والنهاردة بإذن الله يا أولاد عندنا المحاضرة الثالثة في الفاسكولار سيستم، وهي خاصة بالريجوليشن أوف أرتيريال بلاد بريشر. هنتوكل على الله نبتدئ regulation of arterial blood pressure. وعادتنا بنحب نبتدئ الأول بالأسئلة multiple choice questions على المحاضرة السابقة بإذن الله. والامتحان في هذه المرة يعني سهل، وأتصور هتحلوه بسهولة، أنا حطيته لكم قبلها بدقائق. One answer is correct. فبيقول لنا انه اللي strongest pulse fails with، يعني مين العين اللي عنده حاسس اقوى pulse. هنا انت عارف ان البلس بيعتمد على البلس بريشر، اللي هو الفرق بين السيستوليك والدايستوليك. فانت في الاربع مسائل هتحسب الفرق، ففي ايه الفرق بين 120 و80 هو 40، في بي الفرق بين 150 و90 هو 60، في سي الفرق بين 160 و110 50، في دي الفرق بين 170 و100 هو 70، يبقى ده اكبر فرق وعليه يبقى الاجابة الصحيحة دي. سؤال تاني بيقول لك if the mean arterial blood pressure is 95 millimeters mercury and the systolic pressure 80 millimeters mercury، يبقى systolic equals كام؟ طيب ما احنا عارفين ان الدايستوليك 80 مضاف اليه التولت، يبقى التولت ده عباره عن ايه بقى؟ 95 ده عباره عن الدايستوليك زائد 1/3 الديفرنس، يبقى لو شلت منه 80 يبقى فاضل 15، يبقى 15 دي الفرق بين الدايستوليك والسيستوليك، تولت الفرق 15 1/3 الديفرنس، يبقى الديفرنس كام؟ 15 في 3 تساوي 45، يبقى نجمع 80 زائد 45، يبقى الإجابة الصحيحة بيها 25 مليمترز مركري، دي الإجابة الصحيحة. السؤال الثالث the primary determinant of systolic blood pressure is، ما هنا ما تقراش السؤال، the primary determinant of systolic is stroke volume اللي هو نمبر A، تبقى عارف. طبعا لو قال لي primary determinant of diastolic يبقى الـ total peripheral resistance. السؤال الرابع الـ palpatory method for measuring the arterial blood pressure. هل الـ palpatory method دي إذا direct measure؟ لا، هي indirect method. هل هي more accurate than auscultatory؟ لا، هي less accurate. هل measures only diastolic؟ لا، measures only systolic. وعليه الإجابة الصحيحة تبقى D، none of the above. طيب السؤال الخامس auscultatory gap results in، هل بتديني false high systolic and diastolic؟ غلط. false low systolic and diastolic؟ غلط. false low systolic and high diastolic دي الإجابة الصحيحة سي، وطبعا false high systolic and low diastolic غلط. واحنا كنا قلنا يا أولاد انها بتخلي العالي واطي يبقى systolic low، والواطي عالي الدايستوليك هاي، فعليه الإجابة الصحيحة تبقى C. فالسؤال الأول إجابة D for daddy، الثاني C for cat، الثالث A for alpha، الرابع D for daddy، والخامس C for cat. ده كان الامتحان، ونتوقع الله ونبتدئ ال arterial blood pressure. قبل ما نبتدي regulation of arterial blood pressure، الموضوع الأساسي في هذا اليوم وهو واحد من أهم المواضيع في الطب regulation of arterial blood pressure، فنبتدي الأول بال physiological variation arterial blood pressure. يعني احنا بنقول انه الضغط بيبقى اللي حافظينه كل الناس 120 على 80، لكن هل في عامل فيسيولوجية بتؤدي إلى اختلاف في هذا الضغط؟ الإجابة نعم، في عامل تؤدي لهذا الاختلاف. فعندنا هنا هندرس سبع عوامل، هناخدهم أول ثلاثة مع بعض، الـ age والـ sex
والرئيس اللي هي بسميها معلومات الهوية أي البطاقة الشخصية. خلاص؟ الإيج. بتقدم العمر بيتزايد الأرتيال بلاد بريشر. ليه؟ بسبب إن الأرتريز والأرتريولز وخاصة الأرتريز تفقد الإلاستيستي. وطبعا بيحصل أثيروسكليروزس تصلب في الشرايين. هنا في شوية مجموعة أرقام تبقى عارفها. يوم تولد الإنفانت بيبقى العالي 80 والواطي 40 يعني 80 over 40. لما تبقى child بيبقى 100 over 65. اليوم وأنت بالغ adult الضغط بتاعك 120 على 80 اللي هو كل الناس حافظاه بتاع الأدل. دي أطول فترة بنقضيها في الحياة. في الأولد إيج طبعا بيزيد الضغط أكتر يبقى 140 على 90. قلنا ده provided ان الشخص ما يبقاش عنده diabetes. يعني في حالة الديابيتس زي ما هنقول في الهايبرتنشن لا لازم الضغط كمان اقل من 140 على 90. وعلى فكرة حتى لو واحد old age ضغطه 140 على 90 ده بنسميه high normal. يعني في ناس كبار جدا في السن وضغطها عادي 120 على 80 وايفن اقل. 140 على 90 ده اقصى حاجة مسموحة للشخص اللي هو old age. يبقى واضح ان بتقدم العمر بيزداد الضغط. ده الايج. نيجي تاني حاجة في معلومات الهوية اللي هي السكس ذكر ام انثى. الفيميل ضغطها اقل من الميل لحد فترة المينيبوز اي سن اليأس يعني انقطاع الطمث اللي هي الدورة. ليه؟ لانه لحد انقطاع الطمث بتتميز الفيميل ان عندها الهرمون الانثوي وهو الايستروجينز. وبقول ايستروجينز لان هما ثلاث هرمونات اكشن فانا قصد اقولها ايستروجينز. الايستروجينز ده بيعمل ايه؟ بيخفض نسبة الكوليسترول في الفيميل. يعني من مزايا الهرمون الانثوي انه بيخفض نسبة الكوليسترول في الفيميل. وعليه احتمال الاصابة بالاثيروسكليروزيس لحد ما ينقطع الدورة وينقطع الايستروجين بيبقى اقل. فيبقى فيه لحد المينيبوز في less arterial blood pressure in females than males. ليه؟ بسبب الايستروجينز اللي بينقص الكوليسترول وبينقص احتمال اصابة الفيميل بالاثيروسكليروز. بعد انقطاع الطمث بيبقى الاحتمالين زي بعض. however بسبب هذه المعلومة ففي فقد المعلومات العامة متوسط عمر الفيميلز وورلد وايد في العالم 5 years more than males. اللهم لا حسد. الفيميلز عمرهم في المتوسط لو خدت 1000 فيميل و1000 ميل وشفتهم دول بيعيشوا 5 سنين اكتر. طيب ننتقل للريس اللي هو الاجناس. في بعض الاجناس some races have higher arterial blood pressure. يبقى أول ثلاث معلومات الإيج والسكس والريس العمر والجنس والأجناس. طيب نيجي ناخد أربعة مع خمسة. تعرف طبعا نحب نعمل كاتيجورايزنج يعني نصنف المعلومات. الإيموشنز الإنفعال بيعلي الضغط كلنا نعلم ذلك. حتى تلاقي الوالد تملي يقول لك جبت لي ضغط الدم يعني عليت ضغطي. الإيموشنز تعلي الضغط 100% الإنفعال. نيجي السؤال مهم جدا الاكسرسايز في المالتيبل تشويس وفي الشفوي. الاجابه الخطا ان ناس كتير تساله الاكسرسايز بيعمل ايه على الضغط يقول لك بيعلي الضغط وهذا خطا. الاكسرسايز للاوائل بيعلي السيستوليك بريشر وبيوطي الداستوليك بريشر. ليه؟ تعال نفهم الكلام ده. في نوع الكونتراكشن الاكثر شيوعا هو الايزوتونيك كونتراكشن اللي عضله فيه بتقصر فعلا مش الايزومتريك. احنا قلنا مين البرايمري ديتيرمينانت اوف سيستوليك؟ الستروك فوليوم. طب 100% لما بعمل اكسرسايز ضربات قلبي بتبقى اقوى فبيزيد الستروك فوليوم وعليه يزيد السيستوليك. حتى قلنا الاس مع الاس البرايمري ديتيرمينانت اوف سيستوليك هو الستروك فوليوم. بينما لما بعمل اكسرسايز عشان يروح دم اكتر للماسلز
فبعمل فازو دايليتيشن للسكريتال ماسل ارتريولز. الفيسل رايح على السكريتال ماسل بيحصل لها دايليتيشن عشان الماسل اللي جيلها دم اكتر، وعليه قلة توتال بريفرال ريزيستنس اللي هو البرايمري ديترمنت اوف دايستوليك، وعليه الدايستوليك بريشر بيقل في الايستونيك كونتراكشن. يبقى تنسى دي واحد من اهم الاسئله، وانا بقول انا بعيد الحاجه المهمه اكثر من مره لان انا عارف الاسئله فبحاول اساعدك فيهم. يبقى لما يسالك الاكسرسايز بيعمل ايه على الضغط، مش عاوز الاجابه الغير ذكيه، بلاش اقولها باسلوب اخر، تقول له يعلي الضغط. الاكسرسايز بيعلي السيستوليك لانه بيزود الستروك فوليوم، لكن بيوطي الداستوليك لانه بيقلل التوتال بريفرال ريزيستنس لانه بيعمل فازو دايليتيشن في الارتريولز راح السكيتر باص. اما الايزومتريك كونتراكشن اللي فيه طول العضله ما بيتغيرش، انما التنشن بيزيد ضاغط على الفيسلز جوه المسل، فده بيعلي بوث ستوليك اند داستوليك. يبقى الايزومتريك يعلي بوث ستوليك اند داستوليك، لكن ده الاقل اهميه. الايزوتونيك يعلي السيستوليك ويعطي الداستوليك. يعني بمعنى اخر، لما بنعمل لك ستريس تيست نركبك على السير، ونعمل لك ستريس تيست نعمل لك رسام قلب كهربائي، ونعمل لك نقيس لك الضغط، الشخص طبيعي مفروض وانت بتجري على السير اهو ده ايزوتونيك، يزيد السيستوليك ويقل الداستوليك. يبقى خلاص ده خمسه يا اولاد. يبقى هنعمل لهم ازاي؟ ايديو سكس وريس، معلومات الهويه ثلاثه مع بعض، ايموشنز واكسرسايز مع بعض اربعه وخمسه. فاضل عندنا بقى ثلاث حاجات تانية، اللي هو اول حاجة السيركاديان ريذم اي الايقاع الدوري. الضغط الدم كغيره من الاشياء في حياتنا دي بيمشي في دورات، هنبقى نحكي عنها في اوانيها. ان يعني سمة الخلق هي الدورات، كل حاجة ربنا عاملها في دورات، ودي قدمنا عليها مرة حلقة تلفزيونية. انما خلينا حتى ضغط الدم بيمشي في دورات زي الكاردك سايكل، ضغط الدم سايكل سيركاديان ريذم يعني ايقاع دوري يومي، ده معنى الكلمه ايقاع دوري او يومي. البيك اعلى ضغط بيبقى في الايرلي مورنينج، طب واللوست في الميد نايت. طب ايه السبب؟ ان انت بتقوم بتقول يا فتح يا عليم، يعني ستريسد، هتبتدي يوم جديد، احداث جديده عاوز تخلصها، فده السيمباثيتك اكتيفيتي بيزود الضغط. طب الفاريشن في حدود قد ايه؟ في حدود من 15 to 25 ملليمترز مركري. ايه قيمة المعلومة دي في الطب يا اولاد؟ ان احنا قلنا نص الناس اللي هم فوق سن 50 تقريبا، عدد كبير منهم في 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 بلداننا هنا عندهم هايبرتنشن. قلنا طبعا النسبة العامة 36% لو خدنا في مجموع الناس عندهم هايبرتنشن، يعني حوالي ثلث العالم عنده هايبرتنشن. يبقى دواء الضغط لما تنصح كطبيب ياخده امتى المريض؟ دواء الضغط عاوز يعلي الضغط، يبقى الانسب انه يتاخد في الفتره اللي فيها الضغط اعلى ما يمكن، يبقى يتاخد في الايرلي مورنينج. فدي معلومه قيمه تتعلمها في ممارسه الطب. لما يسالك المريض يا دكتور اخد دواء الضغط امتى، تقول له في الايرلي مورنينج، لان اعلى ضغط بيبقى في الايرلي مورنينج، واللويس بيبقى في الميد نايت. ليه؟ انك بتقوم زي ما قلنا بتقول يا فتح يا عليم، ستريسد سمباثاتيك اكتيفيتي، بتعلي الضغط بمقدار 15 ل 25. نيجي نمره 7 ونمره 8. 7 الريسبريشن، هل الريسبريشن بتؤثر على الضغط؟ الاجابه نعم، الريسبريشن 100% بتؤثر على الضغط. فحاجه اكتشفها هيرينج بس مع واحد تاني، مش كان تاني هيرينج بروور، ده تروب مع هيرينج ويفز. فلاحظ تروب وهيرينج ان ديورينج انسبريشن الضغط بينخفض، وديورينج اكسبيريشن الضغط بيرتفع. حتى انا بقولها لك بطريقه سهل تفتكرها، بينما كيرف الانسبريشن بيبقى طالع الضغط الشرياني بيبقى نازل، يعني ماشي بالعكس. كيرفين ساعات حتى تذكر شكل الكيرف اسهل من تذكر المعلومات يا اولاد. فبينما الكيرف بتاع التنفس الانسبريشن طالع، بيبقى الارتيريال بريشر نازل. ليه؟
الأولاد إن during inspiration أنا اللنج بيحصل لها stretch فبيحصل stimulation لمين؟ stretch receptors بتبعت عن طريق عصب مهم اسمه الفيجاس فاكر؟ كان بتبعت inhibitory impulses لمين؟ لل apneustic center والdorsal sympathetic group تعملهم inhibition توقف النفس نفس الكلام لما بعمل inspiration اللنج بيحصل لها stretch فبيشتغل stretch receptor عن طريق الفيجاس نفس الكلام عشان كده هو نفس الشخص hearing بدل ما يبعت inhibitory impulses للrespiratory center هيبعت inhibitory impulse للvasomotor area توطي الضغط يبقى لأنه during inspiration الفكرة سهلة أولاد الرئة بيطلع منها inhibitory impulses كانت بتوقف الrespiratory center اللي هو الapneustic center والdorsal respiratory center dorsal respiratory group هنا بتوقف السنتر بتاعه الارتيريال بلاد بريشر تمام والعكس في الاكسبيريشن طبعا الارتيريال بلاد بريشر بيزيد ده سؤال مهم جدا اسمه تروب هيرينج ويفز ان في اثناء الانسبيريشن بسبب ان اللنج لما بتبقى الاستند بتبعت انهبيتوري امبلس هي لا ترسل انهبيتوري امبلسز للريسبريشن فقط الابنيوستيك سنتر والدورسال سباتي جروب بترسل ايضا للفازوموتور اريا انهبيتوري امبلسز تعمل فازو دايلتيشن فتوطي الضغط والعكس في الاكسبيريشن هتلاحظ هناك في التاثير على الريسبريشن كنا سميناه هيرينج بلور هنا سميناه تروب هيرينج لان هيرينج كان مشترك في التو اوبزرفيشنز طيب نيجي بقى نروح حاجه مهمه جدا من 8 والاخيره في الفيسيولوجيكال فاريشنز تاثير الجرافيتي ايه على الضغط لو حضرتك ديورينج لاينج بوزيشن يعني لو انت نايم بيبقى الجرافيتي ملهاش اي افكت ذير از نو افكت الضغط في شرايين الابر بارت اوف ذا بودي زي في شرايين اللور بارت اوف ذا بودي انما وانت during sitting or standing زي الشخص اللي انا رسمه لك ده لا هنا الجرافيتي لها تاثير ليه نفكر لانه ده عمود الدم يا اولاد فالجرافيتي بتعمل ايه بتشد الدم على تحت فالدم بيكزيرت عمود الدم ده بيكزيرت بريشر فبيزود البريشر يبقى الجرافيتي بتسحب الدم على تحت عمود الدم بيكزيرت بريشر بيزود الضغط. ايه الرقم اللي استحفظه صم؟ ان كل سنتي بيلو ليفل اوف ذا هارت كل سنتي بيلو ذا ليفل اوف ذا هارت بيزود الضغط بمقدار 0.77 مليمترز مربع. تمام؟ يبقى حتى الرقم لذيذ يا اولاد 70 كل سنتي يزود 77.7777 واحنا قلنا حتى عدد 7 ده من الاعداد اللطيفه اللي بنفكرها ان ربنا كرمها انه السماوات السبعه وايام الاسبوع سبعه فاوعى تنساها 77 وعليه مسالك لو واحد واقف واستنوا الضغط تحت في البوبليتيال ارتري يبعد عن الهارت مسافه متر تفتكر السيستوليك والداستوليك يزيدوا عن الضغط في دراعه قد ايه طيب احنا السنتي بيزود 77% طب المتر 100 سنتيمتر يبقى يزود 100 في 77% يبقى يزود 77 صحاح مليمتر مربع وعليه لو كان الضغط السيستوليك عند الليفل اوف ذا هارت نورمال 120 لو قسته تحت في البوبليتيال ارتري على بعد متر زائد 77 عن ال 120 هيبقى الضغط في هذه الحاله I think اجمع معايا 197 وطبعا كل سنتي above the level of the heart بالعكس ينقص الضغط lower بنفس المقدار 77% مليمتر مربع وهنا بقى يجي احسن سؤال ليه احنا بنقيس الضغط في البريكيال ارتري لانه at the level of the heart فما فيش تأثير للجرافيتي لانه اهو شايف الرسمة البريكر ارتي او الدليفري اوف ذا هارت لا تاثير للجرافيتي
طب نسألك السؤال التاني، طب لو العيان نايم لا يبقى كله زي بعض، no effect for gravity on lying position. دول الثمان حاجات اللي هما الفسيولوجيكال فاريشنز ان ارتيريال بلاد بريشر. يبقى خدنا الايدج اول تلاتة مع بعض، ايدج وسكس وريس اللي هي قلنا معلومات الهويه، العمر والجنس والاجناس جنسيتك ايه. خدنا اربعة وخمسة مع بعض الاموشنز والاكسرسايز مع بعض، وقلنا فين السؤال مهم الاكسرسايز. هقولها تاني، في الايزوتونيك كونتراكشن اللي هو الاهم، بيعلي السيستوليك بسبب زياده الاستروك فوليوم بيزيد السيستوليك ويوطي الداستوليك بسبب انه بينقص التوتال بريفرال ريزيستنس. عشان كده مهم قوي انك تعرف مين البرايمري ديتيرمنت اوف سيستوليك استروك فوليوم، بينما البرايمري ديتيرمنت اوف داستوليك هو التوتال بريفرال ريزيستنس. ده سؤال مهم جدا، شوف عدته 3 4 مرات، يعلي السيستوليك ويوطي الداستوليك. في الايزومتريك كونتراكشن هو اقل اهميه، لان معظم الكونتراكشن العضله بتقصر، في الايزومتريك بتزود 2. طب نيجي 3 بعد كده مهمين جدا، سيركاديان ريدم الايقاع اليومي، الضغط اعلى ما يكون في الايرلي مورنينج واقل ما يكون في الميد نايت. عليه دواء الضغط، بقول لك التطبيق العلمي عشان ده بيفكرك طبعا، تفتكر الحكايه تفتكر الامثله تفتكرش المعلومات. يبقى ده دواء الضغط يؤخذ في الايرلي مورنينج. طب نيجي الجرافيتي، عاوزك تعرف لي كلمه واحده بس، ان كل سنتي بيزود كام الرقم، فاكره 77 كل سنتي بلو يزود 77%، كل سنتي اباف يقلل 77%. عشان كده بنقيس قد ليفل الظهرت، لان مفيش افكت للجرافيتي. طب ولو نمت الجرافيتي ملهاش اي تاثير. اصعب سؤال فيهم بقى اللي هو ايه، تعرف ايه هو تروب هيرينج ويفز، تاثير النفس ريسبريشن اون ارتيريال بلاد بريشر. وقلت الطريقه سهله قوي يا اولاد، والكيرف بتاع التنفس الانسبريشن طالع، بيبقى الكيرف بتاع الارتيريال بلاد بريشر بالاحمر هابط، وسببه ايه؟ ان مع الانسبريشن اللنج بيحصل لها ستريتش، فيشتغل الاستريتش ريسبتور، يبعت عن طريق اشهر عصب هو الفيجاس انهيبيتوري امبلسز للريسبيراتوري سنتر، ده الهيرينج بروور. لما يبعت للريسبيراتوري سنتر هيرينج ومعاه بروور، لما يبعت للفازو موتور اريا يعمل لها فازو روتيشن يخفض الضغط، ده هيرينج مع واحد تاني اسمه تروب، فيسموها تروب هيرينج ويفز. ده موضوع مهم قوي يا اولاد، تبقوا عارفين الفسيولوجيكال ريش هي الضغط، موضوع الارتيريال بلاد بريشر مهم جدا جدا. يعني انا اقدر اقول ان هو اهم موضوع في الفاسكولار، لانه قلت 36% من الناس في عالمنا هذا بيبقوا عندهم ضغط مرتفع، ونصهم لا يعلموا ان عندهم ضغط. طيب نيجي بقى للموضوع بتاع المحاضره النهارده اللي هو ريجوليشن ارتيريال بلاد بريشر. انا متوقع لو جالي اي سؤال وبحب احط اسس، قال لي ريجوليشن بتاع اي حاجه، فانا عندي تو كنترول سيستم يا ولاد، نيرفس سيستم وده بيتميز بانه رابيد، وهرمونال سيستم وده بيتميز بانه سلو. يبقى على الاقل حتى لو مش بذاكر الموضوع وقال لي ريجوليشن بتاع اي حاجه، اقول له في رابيد نيرفس وسلو هرمونال. فالرابيد ريجوليشن اللي هو نيرفس ده بيشتغل بعد سكندز تو مينتس، انما الحقيقه في الارتيريال بلاد بريشر في عندنا حاجه ثالثه ما بين الرابيد والسلو، ما بين الرابيد واللونج تيرم، اسمها انترميديت ريجوليشن. الرابيد سكندز تو مينتس، انما الانترميديت مينتس تو اورز، اللي هو ثلاث حاجات هناخدهم باذن الله. احنا طبعا نيرفس ده هياخد معظم المحاضره، انما الانترميديت والسلو ده بياخد حته صغيره في المحاضره القادمه باذن الله. في ثلاث حاجات زي الكابيلاري فلويد شيفت ميكانيزم، هقولها في عجاله حتى عشان تاخد فكره. مش احنا قلنا الكابيلاري فيها ثقوب يا اولاد، المكان الوحيد المثقب. يبقى لو الضغط زاد هيحصل، اقراها من الاخر الاول، شيفت اوف فلويد اوت اوف كابيلاريز، ضغط زايد الكابيلاري تطلع ميه، فحجم الدم يتقلص
فالضغط يرجع للنورمال. شوف الروعة، زي فكرة الحلة البخارية، لما الضغط يزيد فيها في فالف صمام يطلع الضغط الزائد فما تنفجرش الحلة. طب احنا فين الثقوب في السيركوليشن؟ في الكابيلري، فبتسمح ان لما الضغط يزيد يحصل فلويد شيفت، الفلويد يخرج بره الكابيلري فحجم الدم يتقلص فالضغط يقل، فسموها كابيلري فلويد شيفت بالكنيسة. وتاني حاجة كنا درسناها الاستريس ريلاكسيشن، فاكرها؟ حتى قلنا احسن اللي هي الديليت كومبلاينس في الفينز احسن من الارتس. وتالت حاجة مش هقدر اقولها دلوقتي، بنرجعها للمحاضرة القادمة، اللي هي الراس، اللي هو الرينين انجيوتنسين سيستم. ده موضوع من المواضيع المهمة جدا. المهم ان انت عرفت ان في انترميديت ميكانيزم، لو هو بسرعة النيرفس اللي هي سكند تو مينتس، ولا هو ببطء اللونج تيرم اللي سلو، اللي هو الهرمونز اكتنج اون ذا كيدني. عشان كده ممكن نقول ده الكيدني رول او الهرمون رول. وبرضه اقولها لك، في عجاله دي بتاخد دايز، دي اللي بتحتفظ بالضغط داي اون داي اوف، مانث اون مانث اوف. ازاي؟ بطريقه سهله جدا، انها بتخلي حجم الدم مواكب لحجم الاوعيه. يعني لو الضغط زاد يبقى تعمل ايه؟ تقلل حجم الدم. ازاي؟ تنزل ميه. مين اللي بينزل ميه؟ الكيدني عن طريق الهرمونز. يبقى الهرمونز اكتنج على الكيدني بتخليك تنزل يورين كتير في حجم الدم يتقلص فالضغط يقل. بالعكس لو نزفت طب الدم الضغط ينهار، تلاقي الانسان ما ينزلش بول خالص، يحصل له حاجه اسمها اوليج يوريا، بول قليل. يوريا يعني بول، واوليج يعني قليل. خلاص، عشان خاطر هو فقد دم، لسه هفقد ميه تاني في بول يحتفظ بكل الميه. يبقى الكيدني والهرمونز ازاي بيظبطوا الضغط يا اولاد؟ بيظبطوا الضغط عن طريق ضبط، افتح ودانك، الاكسترا سيلر فلويد، على وجه التحديد افتح ودانك، البلازما ليفل، مالهمش دعوه بالار بي سي ليفل. فيري سمبل. افتكر راجل جار ليا كان يقول لي تعالى يا دكتور قيس لي الضغط، انا حاسس انه عالي. اقول له ايه اللي مخلي، ايه اللي عرفك انه عالي؟ الراجل كان مستشار مش طبيب، بس عنده مخ، لاحظ انه لما الضغط بيعلى بينزل بول كتير، فبالعكس بقى لما ينزل بول كتير يتصور ضغط عالي، فيقول لي من فضلك تعالى قيس لي الضغط ظبطولي. يعني هو فهم اهم ميكانيزم في ضبط الضغط. وانا علمتكم قاعده مهمه جدا يا اولاد، يبقى انا عندي 3 ميكانيزمز، كان المفروض يبقى عندي كام؟ 2، رابيد اللي هو نيرفس، وسلو اللي هو الهرمونز اكتنج على الكيدني. عشان كده ممكن اعتبره كيدني رول او هرمون رول، لان الهرمون على الكيدني نازل بول كتير او تحتفظ بالبول ما تنزلش حاجه. يبقى في رابيد نيرفس ده بيبقى سكندز تو مينتس، وفي سلو اللي هو دايز اللي هو تأثير الهرمونز على الكيدني في التحكم في حجم البول، وعليه في الاكسترا فلويد، وعليه في البلازما ليفل. وفي حاجة استجدت علينا اللي هي الانترميديت ميكانيزمز. خلاص، يبقى عندي نيرفس رابيد، وعندي هرمونز على الكيدني سلو، وعندي 3 في الانترميديت. هنرجع الانترميديت والكيدني بعد كده. لما يقول لك مين الموست امبورتنت فيهم، برغم ان النيرفس هاخد محاضره كامله، التانيين هياخدوا ربع محاضره قادمه، انما يبقى يا اولاد الموست امبورتنت هو السلو ميكانيزم. ودي قاعده عامه بيستناها لك العبد الله، انطلاقا حتى من المثل الانجليزي اللي بيقول سلولي بات شورلي. يبقى لما يقول لك كذا حاجه مين اهم واحده فيهم، وانت عمرك ما قريت ولا تعرف مين المهم بدون اي اكسبشن. سامع بقول ايه؟ مفيش اكسبشن واحد في اللي بقوله. ذا سلوست ميكانيزم هو الموست امبورتنت ميكانيزم في اي حاجه. يعني بتقول لي في التجلط بنتجلط باكسترنسك باثوي سريع وانترنسك بطيء، مين الاهم؟ الانترنسك البطيء. لما تقول لي ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر في رابيد وانترميديت وسلو، مين الاهم؟ السلو. مفيش اكسبشن. اللي بقوله قاعده عامه، الكورس في دماغي في قانون واحد، مفيش ولا اكسبشن. خلاص، في ثقه وخد الكلام اللي اقول لك مظبوط.
قولها بدون تردد مين الموست امبورتنت ذا موست سلو. يبقى عندنا كام ميكانيزم في ريجوليشن ارتيريال بلاد بريشر؟ 3. هدرس مين دلوقتي؟ النيرفس. هارجع الانترميديت والسلو اللي هو الاهم، الكيدني بتشتغل هي والهرمونز يظبطوا حجم البلازما ليواكب حجم الاوعيه، ده الموست امبورتنت دي اون دي اوف. طيب ابتدي من النيرفس بقى اولاد اللي هو الرابيد ريجوليشن. هنشرح في جزئين. حتى قبل ما ابتدي ريجوليشن عاوز اقول لكم جمله، احنا ليه بنظبط الضغط؟ ده اللي هيسالك سؤال تافه بس مفهوم. ليه بنظبط الضغط؟ فكرت؟ To ensure adequate blood supply to various organs of the body. لنضمن تدفق كافي من الدم الاوعيه. اوعى ما تجاوبهاش. يعني ايه قيمه ريجوليشن ارتيريال بلاد بريشر؟ ليه بنظبط الضغط؟ ليه بنحافظ على الضغط؟ عشان نحافظ على فلو ثابت للانسجه. ابتدي بقى بالنيرفس ريجوليشن. قلنا هنتكلم عليه في نقطتين، سنترز والامبلسز او ريسبتورز اللي بتتحكم في الضغط. فعندي تو سنترز، الاثنين اللي بيظبطوا الضغط موجودين في المظله كما الريسبيراتوري سنترز. المظله اوبلنجات النخاع المستطيل ده في الفايتال سنترز، مراكز التنفس خدناها في ريسبيشن، واليوم ناخذ مراكز الضغط مظله سنترز. تو سنترز بيشتغلوا برضو بنظام الريسيبروكال انرفيشن، وانا قلتها لك يعني التغذيه المتعاكسه. يعني اذا شغلت واحد السنتر المضاد من غير ما تيجي جنبه هو اوتوماتيكالي يبقى انهيبيتد، هو اوتوماتيكالي يبقى شات اوف. قلنا زي ما تحط السي دي في الجهاز بتاعك بتاع العربيه مثلا او اي جهاز، اوتوماتيكالي الراديو ينغلق. ده اسمه ريسيبروكال انرفيشن. انت ما طفيتش الراديو، انت شغلت السي دي فالراديو قفل. تغذيه متعاكسه، نفس كام شفناه في الريسبيراتوري سنترز بنشوفه في الميدالري فازوموتور سنترز. طب ليه عندي تو سنترز؟ بالعقل، واحد يعلي واحد يوطي. نيجي للتو سنترز اللي عندنا، او عاوز اقارنهم يا اولاد، يعني انا هقولهم لكم كانهم مقارنه. احب قوي المقارنات لانها تخليك بنصف المجهود تعرف ضعف المعلومات دي واحده وتثبتها اكثر. فالسنتر اللي بيعلي الضغط اسمه فازوموتور اريا، VMA. وطبعا انا بساعدك بالالوان اهو، ليه سموها فازوموتور اريا؟ خلاص. بينما اللي بيوطي الضغط اسمه مش فازو بقى، اسمه كاردياك انهيبيتوري اريا، لانه بيشتغل على الهارت بس، بيوطي الضغط عن طريق الهارت بس. كاردياك انهيبيتوري اريا CIA، بس هنا سي اي اي اختصار كاردياك انهيبيتور اريا مش اللي في دماغك. اول حاجه اقول موقعهم، هما اتنين في المظله. الكاردياك انهيبيتور سنتر او اريا بتوطي الضغط عن طريق انها تنهيبت الهارت. مين اللي بينهيبت الهارت؟ الفيجاس. فعشان كده بيبتدي من الدورسال موتور نيوكليس اوف فيجاس. الدورسال موتور نيوكليس هي موجوده دورسال اهي، اللي هي كنا خدناها مع الريسبريشن انها كان اسمها نيوكلياس تراكتس سوليتيريس، يعني قلنا سوليتيريس هي الوحيده. طيب بينما الاريا اللي بتعلي الضغط في المظله اسمها ريسترال فنترولاترال. يعني شوف لو ان هي كانت دورسو ميديا حتى انا يعني قصدها في الرسمه، انا مديك الانطباع ان ده قدام ده فنترال يعني قدام والبره لاترال، انما التاني دورسو ميديا. طب يا واحد يقول لي يعني ايه ريسترال؟ ريسترال يعني شكل المنقار، عارف المنقار بتاع الطيور بتاع البغبغان؟ اهو ده معنى كلمه ريسترال. طيب ده بيشتغل عن طريق ايه؟ النقطه الثانيه، بنوطي الضغط عن طريق الفيجاس، انما ده بيشتغل عن طريق السمباثاتيك. تعال نشوف الاول الاناتومي وبعدين الفانكشن. نرجع الاوتونوميك. الفيجاس اهو، يبقى بنوصل هارت عن طريق الفيجاس. والريلي بيبقى في
تيرمينال جانجل بارا تحب قوي تيرمينال جانجل. والفيجاس قلنا بيسبلاي الاتريا بس، الاتريا بس نو فيجال سبلاي تو فنتريكلز. وان كان الاصح في نورث امريكا بنقول فيه فيري ويك فيجال سبلاي تو فنتريكلز، مش مفيش خالص للاوائل لارين تكست بوك او بوكس اسف، ده بنقول ايه there is no vagal supply to ventricle، دي مش صح، في very weak vagal supply to the ventricle. انما مش هنيجي في الهيفا ونتصدر، خلينا نقول ان الفيجاس بيغذي الاتريا بس ما بيغذيش الفنتريكل. لكن لو عندك في كتابك في جامعتك بيقول لك very weak vagal supply to the ventricle صح. يبقى قلنا اربع نقط اناتومي يا اولاد. يبقى بدا منين الفيجاس؟ من الدورسال موتور نيوكليس اللي هي نيوكليس تراكتس سويتيريس، ادي اول نقطه توصل عن طريق الفيجاس. تاني نقطه تريلي في تيرمينال جانجليا. تالت نقطه الديستريبيوشن مينلي او اونلي تو ذا اتريا. طب قول لي بقى الاربع نقط المناظره في الاناتومي. هنا السيمباثيتك يبتدي منين؟ اذا كان ده دورسو ميديال يبقى ده فنترولاترال في المظله اسمها روسترال، قلنا عزال من ار. طيب توصل ازاي؟ الهارت للثوركس، واحنا قلنا الثوركس في الاوتونوميك بيتغذى بالابر فور ثوراسيك سيجمنتس من ثوراسيك 1 4. فاكر لما قسمنا 2 4 6 اللي هي النيك 2 والثوركس 4 والابدومين 6، كل قلنا مربوط على قد دمه. اللي هي النيك اصغر حاجه تاخد ب 2 سيجمنتس بس، الثوركس اكبر شويه ياخد 4 سيجمنتس. يبقى راجع محاضرات الاوتونوميك، الابدومين كبير قوي 4 سيجمنتس، البلفي الصغيره قد الثوركس تاخد 4 سيجمنتس. يبقى الابدومين 6 سيجمنتس والبلفيس 4 سيجمنتس، لما قلنا 2 4 6 الهيد نيك 2 الثوركس 4 الابدومين 6 سيجمنتس والبلفيس 4 سيجمنتس. المهم يبقى الثوركس موضوعنا 4 سيجمنتس من ثوراسيك 1 4. طب ريلي فين؟ السيمباثيتك اساسا بيريلي في السيمباثيتك تشين اللي هي اللاترال جانجليا اللي هي البارافيرتبرال جانجليا السيرفايكال والثوراسيك. يبقى مفيش تيرمينال هنا، بيريلي في السيمباثيتك تشين والسبلاي بيسبلاي بوث اتريا اند فنتريكلز. يبقى ادي الاربع نقط اقولهم في عجاله تاني. هنا دورسو موتو نيوكليس اوف فيجاس نيوكليس تراكت سوليتيريس، هنا فنترولاترال ريستورال نيوكليس. هنا نروح عن طريق الفيجاس، هنا ابر فور سيجمنتس ثوراسيك سيجمنتس. هنا ريلي تيرمينال، هنا ريلي في سيمباثيتك تشين. هنا نغذي اتريا بس، هنا نغذي بوث اتريا اند فنتريكل. ده الفرق في الاناتومي. خد بالك ده لوحده سؤال نظري، اتكلم عن الميدلري سنتر اللي بتتحكم في الضغط. طيب نيجي للفانكشن. يبقى قلت اربع نقط في الاناتومي، ولاحظ يا اولاد ما عشقت مثل عشق النظام، ما بجيبش من الشرق والغرب، بمشي بترتيب الاوريجين النيرف الريلي الديستريبيوشن بالترتيب، فما بنساش حاجه. النيوكليس طلع منها نيرف عمل ريلي بقى ديستريبيوتد لمين؟ ده الاربع نقط. نيجي الفرق في الفانكشنز يا اولاد، هفصل اجاب طريقه رائعه لن تنساها، ودي هعيدها اتليست مش المحاضره دي، في كل لحد اخر محاضره في اربع نقاط. سيمباثيتك ازاي بيرفع الضغط؟ 2 في 2 بيأثر على الكارديو فاسكولار هارت والفيسلز، وبيعمل في كل حاجة وظيفتين. طريقة رائعة رائعة في الحفظ. 2 في 2 مش احنا قلنا ان هو السيمباثيتك بيغذي الاتريا والفنتكلز؟ الاتريا اللي فيها الاس انود يبقى يزود الهارت ريت، والفنتكل يبقى يزود الفورس اوف كونتراكشن وعليه الستروك فوليوم. بيزود الهارت ريت والستروك فوليوم وعليه يبقى يزود الكارديك اوتبوت، ما هو كاردك اوتو بتساوي ريت الستروك فوليوم في الهارت ريت. طبعا الفيسلز ازاي يزود الضغط؟ فكر انت معايا. طالب قال لي يبقى 100% يعمل فازو كونستريكشن. لا انا عاوزك تفكر في الاسكا، يكونستريكت انهي فيسلز في الاربعه؟ هل الارتريز ولا الارتريولز ولا الكابيلاز ولا الفينز؟ حفظتها لاجيال عشان تعلي الضغط تختار اتنين المهمين ارتريولز وفينز، لانه فاهم فيسيولوجي السيمباثيتك من الخالق. لما يكون ستريكت الارتريولز اللي هي الريزيستنت فيسل يبقى كده زود التوتال بريفرال ريزيستنس،
الارتريولز مسؤول عن الريزيستنس. لما يكون ستريكت الفينز يبقى هيزود الفينس ريتيرد. لما الفينس كونستريكت الدم العائد للهارت والراجع للهارت زاد، ومن ثم الدم الخارج من الهارت وهكر لك اوت تهزيق. يبقى فاهم عمل كونستريكشن ارتريولز فزود التوتال بريف ريزيستنس، وللفينز فزود الفينس ريتيرد، ومن ثم الكارديك اوتبوت. طب واحنا الارتيريال بلاد بريشر قلنا المعادله التاريخيه بيساوي ايه؟ الريزيستنس في الاوتبوت، والاوتبوت بتساوي هارت ريت في ستروك فوليوم. طب هو زود الهارت ريت والستروك فوليوم وزود الريزيستنس وايفن زود عن طريق الفينز الكارديك اوتبوت، فايه زاد الارتيريال بلاد بريشر. اوعى تنساها، السمباثاتيك بيزود الضغط 2 في 2، بينما الفيجاس 1 في 1، بيغذي الهارت بس، الاتريا بس، ما بيغذيش فيسل. اهو بص الرسم، ما فيش فيسلز هنا، الناحيه الثانيه كان في هارت وفيسلز، انما هنا هارت بس، وفي الهارت بيغذي الاتريا بس اللي فيها الاس انوت، يبقى يقلل الهارت ريت بس. طب خلاص ادام قلل الهارت ريت يبقى هيقل الكارديك اوتبوت، وعليه يقل الارتيريال بلاد بريشر لانه بيساوي التوتال بريف ريزيستنس في الكارديك اوتبوت. ادام قلل الهارت ريت، طب الكارديك اوتبوت بيساوي هارت ريت في ستروك فوليوم، الريت قل يبقى قل الكارديك اوتبوت، والارتيريال بلاد بريشر بيساوي ريزيستنس في الاوتبوت. ادام قلل الاوتبوت يقل الارتيريال بلاد بريشر، يبقى 1 في 1. تبقى فاكرها كويس قوي. واحد يقول لي حاجه يعني ما بيننا وما بين بعض، طب هو ازاي الفيجاس بيعمل فازو دايلتيشن؟ دي معلومه قيمه قوي بالزملاء الاصغر سنا. الفيجاس يا اولاد ما بيديش فازو دايليتور فايبر للفيسل اللي يعمل فازو دايلتيشن يقلل الضغط، انما السنتر بتاع الفيجاس في المظله بينهبت الفازو كونستريكتور سنتر اللي جنبه بتاع السمباثاتيك، يعني ملوش دعوه بالفيسلز. يعني الفيجاس ازاي بيعمل دايلتيشن؟ بينهبت السنتر اللي جنبه بتاع السمباثاتيك اللي بيعمل كونستريكشن. ده لو حبيت تعرف ازاي الفيجاس بيعمل دايلتيشن. لكن اكشوال الفيجاس متصل بشيء واحد، وهو الهارت، مكان واحد، هو الاترا، يعمل حاجه واحده يقلل الهارت ريت. شفتوا النظام؟ حوسكوا اولاد تعلموا النظام. يبقى اما يجي لي يقول لي اتكلم على المدلدري سنترز، يبقى اقسم كلامي لفرق في الفانكشنز وفرق في الاناتومي. نبتدي بالاناتومي الاول، 4 نقاط مش هعيدهم تاني، انت هتعيدهم بس بديك فكره النظام. تحكي لي على السنتر، وبعدين درع عن طريق الفيجاس، درع عن طريق الابر فور ثراسيك، دي نمره 2. نمره 3 ده عمل ريليف تيرمينال جانجليا، ده عمل ريليف في السمباثاتيك تشين. نمره 4 ده غذى الاتريا بس، انما ده غذى الاتريا ويل فنتكلز في الهارت وغذى البلاد فيسلز. يبقى دي 4 نقط. يبقى فرق في سنتر، في الكورس مش ازاي، ده مش عن طريق الفيجاس، ده عن طريق ابر فور ثوراسيك، في الريلي، في الديستريبيوشن. 4 نقط. يبقى سنتر، كورس، ريلي، ديستريبيوشن. قولهم تاني ورايا، سنتر، كورس، ريلي، ديستريبيوشن. نيجي الفرق في الفانكشن قلناها بطريقه اجمل. هنا 2 في 2، هارت وفيسلز، والهارت حاجتين، بيغذي اتريا وفنتكل فيزود هارت ريت وستروك فوليوم، والفيسل نقى اهم 2 فيسلز، ارتريولز فزود التوتال بريف ريزيستنس عمل لها كونستريكشن، والفينز عمل لها كونستريكشن فزود الفينس تيرن ومن ثم الكارديك اوتبوت. وهو حافظ المعادله صم احسن منكم، ان الارتيريال بلاد بريشر بيساوي ريزيستنس في الاوتبوت، والاوتبوت هارت ريت وستروك فوليوم، هو زودهم كلهم. بينما الفيجاس 1 في 1 يا اولاد، غذي الهارت بس، الاترا بس، فيقلل الهارت ريت بس، وعليه الكاردك اوتبوت، وعليه الارتيريال بلاد بريشر. وقلنا حاجه جانبيه للزملاء، طب ازاي بنقول الفيجاس بيعمل دايليتيشن؟ خدناه في الباراسمباثيتك عن طريق انه بينهبت الفازو كونستريكتور سنتر، لكن مفيش، ما بيطلعش فازو دايليتور فايبرز تغذي الفيسلز. دي نقطه مهمه قوي يا اولاد، دي كانت اللوحه الاولى بسؤال مهم جدا. طيب يبقى اتكلمنا على السنترز، نتكلم بقى على الافرنس والريسبتورز اللي هتاثر في السنتر ده، اللي هي موضوعنا النهارده. كام عددهم يا اولاد؟ الافرنس تو ميدلري كارديوفاسكولار سنترز،
عددهم 7. واحد يقول لي انت علمتنا ان اي حاجة تزيد عن 4 لا يمكن للعقل البشري ان يدركها بالسهولة. علمتنا ان لازم تعمل لهم كاتيجورايزيشن، تحطهم كده، تصنفهم في مجموعات. طيب فالافرنس اللي بتأثر في السنتر وعليه في ضغط الدم 7. هنقسمهم اول تقسيمة 5 جايين من ريسبتورز في الكاردو فاسكولار سيستم. يبقى 5 من 7 جايين من ريسبتورز موجودة في الكاردو فاسكولار سيستم معايا، واثنين برهم مش ريسبتور في الكاردو فاسكولار سيستم، هاير برين سنتر نمرة 6 و سوماتيك افرنس. ريسبتور موجودة بره الكاردو فاسكولار سيستم، ريسبتور زي البين ريسبتور بتأثر في الضغط، الكولد والهوت ريسبتورز بيأثروا في الضغط، الريسبتور اللي موجودة في المصل لما بنعمل اكسرسايز بتعالي الضغط، ده كل دول مش في الكاردو فاسكولار. يبقى تاني، ما عشقت مثل عشقي للنظام، واذا ما مشيتش زي ما طول عمري بقولها، في طريقة واحدة تساعد على التذكرة ومليون طريقة ينسوا، فانا بديك الطريقة اللي تفتكر بيها، لان ده كل واحدة هنجيلها منها سؤال دلوقتي. يبقى 7 حاجات تؤثر في الكاردو فاسكولار سنترز، اهم كاردو فاسكولار سنترز 7. علمتكم لما باذن الله تدرسوا وتغير الموقع وتبقوا اساتذه افاضل قد الدنيا، تفهم ان العقل البشري، بقولها في السيكولوجي، ما يشيلش اكتر من 4 ايتمز. فعشان كده قسمتهم 5 و2. 5 عباره عن 5 ريسبتور في الكاردو فاسكولار سنتر، في الكاردو فاسكولار سيستم، اسف، 5 ريسبتور في الكاردو فاسكولار سيستم و2 بره اللي هو الهاير سنترز واذر ريسبتورز. طبعا قال لي ستيل 5 كتار، تقول 4. طب انا هقسم، بستنى عليا الخمسه دول هتفتكرهم ازاي؟ بطريقه واحده بس اللي هقولها لك دلوقتي. تو بريشر ريسبتورز، واحده مونيتور مرقاب بتقيس الهاي بريشر، فيسموها هاي بريشر ريسبتورز. اعلى بريشر موجود فين؟ في الارتري، فيسموها الاسم الثاني ارتيريال بارو ريسبتورز، وخدناها في محاضرة الريسبريشن. بارو يعني ضغط، بارو يعني معناها بريشر. لما قلنا جهاز البارومتر اللي هو بيقيس الضغط الجوي، ميتر يعني مقياس، وبارو يعني ضغط. يبقى ربنا حط مونيتور يقيس الهاي بريشر فسماه هاي بريشر ريسبتور، او بنسميه احنا اسف هاي بريشر ريسبتور. هيبقى موجود فين؟ فين اعلى ضغط؟ في الارتري، فاسمه الثاني ارتيريال بارو ريسبتور. طب مين اللي بيقيس اللو بريشر ريسبتورز؟ اللو بريشر ريسبتور دي مونيتور بيقيس الضغط الواطي، يحطها ربنا فين؟ اوطى ضغط موجود في الاتريا، في الاذنين، فيسموها اتريا ريسبتورز. هنشوف وليها اسم ثالث فوليوم ريسبتورز، وليها اسم رابع كارديو بالمونري ستريتش ريسبتور. صار 4 اسماء لهذا الريسبتور، انما اهم حاجه فيها ايه؟ انها لو بريشر ريسبتورز موجوده في الاتريا، اتريال ريسبتور، انما الهاي بريشر ريسبتور في الارتري. يبقى دي 2. اثنين اللي بعديهم بيتشاركوا في كلمه كيمو ريسبتور، هم 2 كيمو ريسبتور. خدنا يا اولاد السنتر بريفرال كيمو ريسبتور في الريسبيريشن في المحاضره الماضيه. طب وفي كيمو ريسبتور بقى مش موجوده في المدله زي السنترال والبريفرال اللي هي قلنا موجوده في الارش اوف ذا اورتا وال 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 عند البايفوركيشن في كومن كاروتيد. في بقى كيمو ريسبتور موجوده في اللانج، فيسموها لانج او بالمونري كيمو ريسبتور. يبقى كده عملنا 4. 2 بريشر ريسبتورز، هاي ولو، هاي بريشر ريسبتور ولو بريشر ريسبتورز، و2 كيمو ريسبتور، سنترال بريفرال دي مجموعه، ولانج وبالمونري كيمو ريسبتور دي مجموعه. ادي 2، وصلنا 4. فاضل واحده بقى، في ريسبتور موجوده في الليفت فينتريكل اسمها ليفت فينتريكل ريسبتور. بقول لك بقى معلومه بمليون جنيه دلوقتي، اسمع، احنا خدنا فيه 2 بيقيسوا البريشر، بريشر ريسبتورز، يبقى يعتبروا ميكانو ريسبتورز لان البريشر دي حاجه ميكانيكيه، و2 كيمو ريسبتورز. حلو،
الليفت فنتيكولار ريسبتور دي بتشتغل بوث از ميكانو ريسبتور اند كيمو ريسبتور. دي كانت من الحاجات اللي اكتشفوها جميله جدا، ان الريسبتور بيشتغل على وشين، بيشتغل كميكانو ككيمو، وهتساعدك في تذكر الخمسه ريسبتورز. ساعات واحد من اهم الاسئله بيقول لك انيوميريت في النظري ريسبتورز اوف كارديوفاسكولار سيستم اند ديسكاس 1، وساعات يقول لك ديسكاس 2 اوف ذم. معظم الطلبة أساسا ما بتفتكرش الخمسة ريسبتورز. فبطريقة العبد الله أعنتك في تذكرهم. تاني يا أولاد، يبقى اتنين بريشر واللون الأصفر أهو، هاي بريشر ريسبتورز ولو بريشر ريسبتور. دي فين؟ أعلى ضغط فين؟ في الأرتري، يبقى دول أرتريا بارو ريسبتورز. وأقل ضغط فين؟ في الأتريا، يبقى دول أتريا أفولوم ريسبتور، وفي اسم تاني مش هركز فيه دلوقتي. واثنين كيمو ريسبتورز، في سنترال وبريفرال كيمو ريسبتورز ولانجا وبرمونال ريسبتورز، يبقى وصلنا اربعه. طب والريسبتور الخامس بيشتغل از ميكانو اند كيمو، اللي هو الليفت فنتيكولار ريسبتور، ودي لوحدها سؤال بتتسالوه في الام اس كيو. ده الريسبتور اللي بيشتغل از ميكانو اند كيمو، بيقيس حاجتين مع بعض، يعني حاجه غريبه جدا، ريسبتور يا ميكانو يا كيمو، ده بيشتغل كميكانو اور كيمو. يبقى وصلنا خمسة أولاد، قسمناهم 2-2-1 مع شفت الاستعشق النظام. يبقى دول الخمسة ريسبتور اللي في الكاردو فاسكولار سيستم. طب في الاثنين التانيين هاير برين سنترز، اهو في هاير برين سنتر تأثر في الضغط لما بينفعل ضغط بيزيد، هاير برين سنترز. وفي بروب ريسبتورز موجودة في المسل والليجامنتس والجوينتس بتعلي الضغط في الاكسرسايز، دول مش في الكاردو فاسكولار سيستم، اللي هم البروب ريسبتورز والهاير سنتر. يبقى كام حاجه تؤثر في الكارديو فاسكولار سنترز وتاثر في الضغط؟ سبعه. وبطريقه العبد الله خمسه ريسبتورز في الكارديو فاسكولار سيستم قسمناهم 2-2-1 اهي، اللبيب بالاشارات يفهموا، اللبيب بالاشارات يفهموا. اثنين بريشر ريسبتور، اثنين كيمو ريسبتور، والليفت فينتيك ريسبتور هو بيشتغل ككيمو وبريشر ريسبتور، واثنين بره الكارديو فاسكولار سيستم، هاير سنترز والبروب ريسبتورز بتاعت العضلات. كمثال يعني، لكن هناخد ريسبتور تانية غير البروب ريسبتور، هناخد بتوع البين وبتوع الترم، يعني حاجة بره وبس. طيب دي كانت، ناخدهم بقى واحدة واحدة نتسلى فيهم كده مع بعض. ومرة أخرى يلا قولوها لي انتوا أولاد، سامعكم مع شقت مثل عشق الإيه؟ للنظام. في كل ريسبتور من الخمسة هتتكلم في خمس نقاط، حلوة؟ في كل ريسبتور من الخمسة خمس نقاط. لا الانشة والناس اللي تقعد تشوح وفي الاخر الطالب يدخل المعلومات دخلت في بعض، مش عند العبد الله الكلام ده. ففي كل ريسبتور من الخمسة هنتكلم في خمس نقاط. نبتدي باهم ريسبتور على الاطلاق اللي هو اكثر واحد بيجي، لان من اسمه ده اللي بيظبط الضغط الشرياني. حتى اسمه ايه يا ولاد اهو؟ اسمه arterial baroreceptor. بيقول انا الريسبتور اللي بظبط ضغط الدم الشرياني، انا arterial pressure receptor، اللي هو الاسم الثاني بتاعه high pressure receptor. اتكلم عليه في كام نقطه علمتكم اللي حضر محاضره الريسبريشن. الطالب الذكي لو قلت له السايت اوف ريسبتور يعرف النقطه الثانيه الانرفيشن. لما حطيت قاعده هقولها تاني للناس اللي بتسمع المحاضره دي اول مره، سايت نعرف منه الانرفيشن. الطالب الاسكى بقى لو قلت له الاستيمولس يقول لك الفانكشن. ما هو الفانكشن اللي بيحدده هو الاستيمولس، اللي بقولها في جمله جميله، اسمعها كده جمله جميله بره الفسيولوجي خالص. دائما ابدا نوع رد الفعل من نوع الفعل. يعني رد فعلي انا اعتمد على فعلك انت معايا. فالستيمولس لطالب ذكي هو الذي يحدد الفانكشنز. ببساطة شديدة، لو كان الستيمولس زيادة الضغط يبقى الفانكشن نحاول نقلل الضغط، لو كان الستيمولس حاجة بتبعث على نقص الضغط يبقى الفانكشن نحاول نعليه تاني. فهمت؟ يبقى من الستيمولس بنستنتج الفانكشن. يبقى الطالب الذكي لو قلت له السايت يقول لك النيرف، قول لي ريسبتور فين وانا اقول لك النيرف. اما نطبق قاعدة معانا هنقولها مع بعض. الطالب الاسكى بقى لو قلت له الاستيمولس يقول لك الفانكشن. طب كده اربع نقط، وفي كل ريسبتور في نوت يا اولاد خمسه. يبقى حلوه، كام ريسبتور؟ خمسه. مش عايدهم تاني بقى، بعيد انت الفيديو.
في كل ريسبتور تتكلم في كام نقطه؟ 5. السايت يحدد الانرفيشن والاستيمولس يحدد الفانكشن، وبعد النوتس تختلف من ريسبتور لاخر. ابتدي خد بالك بقى، اللي حضر معايا محاضره الاسبريشن هيلاقي ان في تكرار للكلام، فبالعكس هيثبته اكتر. ارتيريال بارو ريسبتورز موجود فين؟ في الاورتيك ارش والكاروتيد ساينس. ربنا حطهم فين؟ في الاورتيك ارش والكاروتيد ساينس. احنا عارفين ده الاورتيك ارش يا اولاد، بيطلع منه فيسل اسمه كومون كاروتيد رايح للهيد نيك، اللي يمشي من بره الجمجمه من بره السكال اسمه اكسترنال كاروتيد، اللي يدخل جوه الجمجمه يغذي البرين اسمه انترنال كاروتيد، وده ربنا عمل فيه انتفاخ اسمه كاروتيد ساينس. فده اللي موجود في الكتب. كتب افتح اي كتاب يقول لك انه الارتيريا باروسيبتور موجوده في الاورتيك ارش والكاروتيد ساينس. اي كتاب افتح. انما العبد الله يؤمن انه وراء الخلق خالق. ده اللي خلت شرح يختلف على الاخرين. انا بفكر ان وراء الخلق خالق. فسألت روحي اول سؤال، هو ليه ربنا خلاهم ديسبيرسد يعني مبعثرين، ما حطهمش في صورة بادي، ما جمعهمش؟ ودي قلتها يا ولاد، انه طول عمره البريشر مقرون بالاريا بالمسطح. فاقول لك الارضيه دي اللي انا قاعد عليها تتحمل ضغط، ما اقدرش اقول ضغط واسكت، ضغط 100 كيلو جرام على ايه؟ على القدم المربع، على المتر المربع. يبقى الضغط مقرون بالاريا. فعشان تقيس الضغط كويس بنفس المنطق لازم تحط الريسبتورز بتاعتك على اوسع اريا ممكنه. ودي برضو قاعده بيقولها العبد الله، كل البريشر ريسبتورز مبعثرين موجودين على اريا كبيره مش متجمعين في البادي. لو فهمت دي مش هتلخبط الريسبتور مع بعض. اللي يقيس البريشر ده لازم يبقى ديسبيرسد. البريشر مقرون بالاريا، فالبريشر ريسبتورز لازم ربنا يحطها على اريا جامده. ده انا بقول حاجه رائعه في تامل خاص برضه. احنا لما يبقى عندنا انتفاخ في اي ارتري بنسميه انيوريزم، وحاجه خطيره بنبقى خايفين لينفجر. لاول مره نلاقي ربنا عمل فيسيولوجيكال دايليتيشن اوف ذا ارتري. اللي احنا في الباثولوجي في المرض بيبقى حاجه خطيره. ليه ربنا عمل دايليتيشن كروت ساينس؟ عشان يحط ريسبتور على اكبر مساحه ممكن. تامل عمرك ما تعرف اي كتاب ليه في كاروتيد ساينس. طب السؤال الثاني، هو ليه ربنا سبحان الله حطهم الريسبتور اللي بتقيس الارتيريا بلا بريشر في الارش في الاورطه والكاروتيد ساينس؟ برضه هجاوبها لك. يا رب نحن نظبط الضغط لصالح اهم تو اورجنز، اللي هم مين؟ اللي هم الفايتال اورجنز، اللي هم حيويين، اللي هم مين؟ اللي هم الهارت والبرين. لان انت لو وقف الهارت فانت مت موت اكلينيكي، وقف المخ موت حقيقي، اسف، وقف البرين مت موت اكلينيكي. يعني الريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر اساسا لصالح الهارت والبرين. طب ما الكورونري اللي بيغذوا الهارت طالعين من الاسندنج اورتا اللي هو بدايه الارش في الاورتا، عشان كده ربنا حط ريسبتور في الارش في الاورتا. ادي اول موضع. طب وتاني موضع في الكاروتيد ساينس، اللي هو فين؟ اللي هو في الانترنال كاروتيد، اللي هو رايح لمين؟ للبرين. في تامل خاص يا اولاد، الا يثبت هذا انه وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله؟ هي الطبيعه بتفكر. اتعجب ان في عالمنا هذا يوجد ملحدون. ده احنا كل صفحه فيها حاجه تقول في ربنا. بريشر ريسبتور ربنا يديسبيرست على اريا كبيره. طب احنا بنظبط الضغط لصالح مين؟ الفايتال اورجانز، اللي هم مين؟ الهارت والبرين. فربنا يحطهم في الارش اوف ذا اورتا. احنا بدايه الارش اوف ذا اورتا طالع منه الكورونا بتوع الهارت، والانترنال كاروتيد اللي رايح للبرين. يبقى ده السايت. قول لي بقى الانرفيشن، علمتك قاعده جميله جدا. اي ريسبتور في الفيس يبقى العصب الخامس تراي جيمينال، في الرقبه
يبقى الجلوسوفارنجيال نمره 9. في الثوركس والابدومن يبقى نمره 10 فيجاس. قلناها ارجع للمحاضره قبلها، لكن اللي بيسمعني اول مره 5 9 10 سهله اهي، 5 وهنا العصب التاسع وده 10. انت بقى جاوب. كاروتيد ساينس في رقبتي هنا في الكاروتيد ارتي، يبقى ده متصل بأني عصب جلوسوفارينجيا نمره 9. طب ارش في الاورطه هنا اهو في صدري، يبقى متصل بأني عصب بالفيجاس. علمتها لأجيال ذهبت وإذا كان في العمر بقية لأجيال قادمة. قل لي موضع الريسبتور أقول لك العصب، كما قل لي أصدقائك أقول لك من أنت. قل لي فين الريسبتور وأنا طالب ذكي بفكر أجيب لك العصب على طول. كاروتيد ساينس احنا قلنا 5 9 10، كاروتيد ساينس يبقى 9، أرش في الأورطة يبقى 10 فيجاس. مش جايين نقرا. فهنا الانرفيشن كاروتيد ساينس بحاجه اسمها كاروتيد ساينس نيرف، حتى بيسموه اوف هيرنج عشان اللي اكتشفوا هيرنج كاروتيد ساينس نيرف اوف هيرنج اللي هو برانش مين، دي اهم حاجه دي اوف جلوسوفارينجيال 9. والاورطا بنيرف اسمه اورتيك نيرف، يعني متصل بالكاروتيد ساينس اسمه كاروتيد ساينس نيرف، واللي بالارش الاورطا اورتيك نيرف. المهم ده برانش مين؟ من 9 وده برانش من 10. طيب نيجي اللي بعدها، قول لي الاستيمولس اقول لك الفانكشن. استيمولس ده ارتيريال بريشر ريسبتور، يبقى 100% 100% بيتاثر بالارتيريال بلاد بريشر، هو اسمه ارتيريال بار ريسبتور ارتيريال بريشر ريسبتور، يبقى 100% ده المونيتور المرقاب اللي عامله ربنا عشان يتاثر بالارتيريال بلاد بريشر. في معلومه بمليون جنيه دلوقتي يا اولاد، هذا ريسبتور بيبعت انهيبيتوري امبلسز اهي ما بين ضغط 50 و 160. ونيجي بقى الاخطاء المشهوره، الانهيبيشن بيبتدي عند 50 ثم يتزايد ليصل الماكسيمم عند 160، يعني ما قلتش يتوقف عند 160، فوق 160 نفس الانهيبيشن لعند 160. في بعض الكتب في بعض الجامعات بيكتبوها من 50 ل 180، في امريكا بنقولها 50 ل 180، 50 ل 160 حلوه، 50 ل 180 حلوه، مش هنيجي في الفارغه ونتصدر، حسب الكتاب اللي عندك. المهم الانهيبيشن ستارتس ات 50، يعني تحت 50 مفيش انهيبيشن. وانكريسز تيل تريتشز اي ماكسيمم عند 160. يعني فوق 160 ذا سيم انهيبيشن اهو، دي اهم معلومه. طيب احنا المين ارتيريا المتوسط الارتيريا بلاد بريشر عندنا كام؟ 90 اهو يا ولاد، ده المين. شوف العظمه، احنا عاوزين نظبط الضغط على 90، فربنا خلى الريسبتور دي موست سنسيتيف عند، يعني اكثر حساسيه عند 90. طب ايهما اكثر خطوره، انهيار الضغط ولا ارتفاعه قليلا عن 90؟ ايه رايك انت؟ طبعا انهيار الضغط، يبقى مفيش بلاد سبلاي رايح للاورجن. ان الضغط يزيد هيروح بلاد سبلاي اكتر، ودي مش حلوه، اللي ممكن ده انفجر الاوعيه، بس مش بسقف انهيار الضغط. فعشان كده ربنا خلى مور انبوت، يعني تشتغل اكتر مع انهيار الضغط، كما يحدث في الهيموريدج او في الستاندينج سادن ستاندينج، كنت قاعد وقفت فجاه جرافتي شدت الدم كله على تحت، مفيش دم رايح للهيدا النك، فتشتغل الريسبتور بتاع عالي الضغط. ده للزملاء الاصغر سنا، انا عارف في 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 كتبنا في الجامعه ما بيكتبوش الكلام ده، انها موست سنسيف فين؟ عند النورمال، هي عاوز تظبطه على 90. طيب هل هي حساسه اكتر لما الضغط يزيد ولا لما الضغط يقل؟ اكتر لما الضغط يقل، كما يحدث في حالتين الهيموريدج والستاندينج. طب مين اهم يا اولاد، الكاروتيد ساينس ولا الاورتيك ارش؟ كاروتيد ساينس، لان المخ اهم من القلب، خلاص فتحاسب على افكارك اللي هي مبعثها المخ، مخ دي اهم حاجه. فحتى يعني الريسبتور موجوده في الكاروتيد ساينس، انا عارف الزملاء الاصغر سنا ما يعرفوش المعلومات دي، يعرفوها اكثر اهميه اللي في الكاروتيد ساينس على في الاورتيك ارش. ما عليك. طب طالب يقول لي ازاي بيشتغل الريسبتور ده، فاهم؟ طريقه بسيطه جدا، بص الرسمة وجاوبني حضرتك.
يبقى under normal condition في inhibition ولا مفيش inhibition؟ طيب قال لي في، انت قلت عند 90 في inhibition. طريقة حلوة قوي، لو زاد الضغط عند 90 الانهيبيشن يزيد عشان يرجع الضغط تاني ل 90. طب والعكس لو قل عن 90 الانهيبيشن يقل عشان يسمح له انه يزيد تاني ل 90. طريقه رائعه ان نورمالي حضرتك وحضرتك والعبد الله كلنا عندنا انهيبيشن عند 90 اللي هو المين اللي هو المتوسط الطبيعي في الضغط في انهيبيشن. لو زاد عن 90 الانهيبيشن يزيد عشان يرجع له النورمال، نقص عن 90 الانهيبيشن يقل عشان يسمح له يرجع تاني للنورمال. هنا في سؤال في بعض الجامعات مش كل الجامعات، اثبت ان نورمالي الريسبتور بتبعت انهيبيشن دلوقتي وانت قاعد وحضرتك قاعده والعبد الله قاعد كلنا في انهيبيشن اهو، اثبتها في بعض الجامعات. بس الاجابه سهله جدا، اقطع البفر نيرفز. لو قطعت البفر نيرفز كاتنج البفر نيرفز مفيش انهيبيشن، هتلاقي الضغط بتاعك يعلو الى 300 فوق 300 كمان، ويتوفاك الله في غضون ايام قليله. لو جيت لاي انسان وقطعت له البفر نيرفز، طبعا بنعملها في الانيمالز، تلاقي الضغط مفيش انهيبيشن، يبقى ده اثبات ان هي كانت بتحمل انهيبيتور امبلس، ان لما تقطعها مفيش انهيبيشن ضغط يعلو الانسان او الحيوان يتوفاه الله في غضون ساعات قليله. فالستيمولس يا اولاد هو الارتيريال بلاد بريشر ما بين 50 و 160 مليمتر ميركوري او 50 و 180. عند 50 يبتدي الانهيبيشن، عند 160 يصل الماكسيمم، مش هيتوقف عند 160، فوق 160 زي 160. تاني حاجه البالس بريشر اللي هو التشينج في الضغط ما بين السيستوليك والدياستوليك. طب ليه ربنا خلى الاستيمولس مش بس الارتيريال بلاد بريشر انما كمان البالس بريشر؟ لان احنا قلنا الريسبتور ده اهم لما الضغط يقل، اهم في الهيموريج، فالهيموريج في الهيموريج بيتقلص البالس بريشر، فالريسبتور حساس للتغيرات في البالس بريشر، الفرق بين ستوليك والدياستوليك. فانكشنز، حاجه اسمها بارو ريسبتور ريفلكس وظيفته انه منتين ارتيريال بلاد بريشر، ولازم تشرح هنا. اوفر ييرز علمت الطلبه يفهموا، انت من حقك تشرح يحصل ايه لو الضغط زاد او يحصل ايه لو الضغط قل. انا رايي يا اولاد، رايي وخدوا بيه، عمري ما شرحت غير لما الضغط يقل. ليه؟ لانه قلنا ده الاهم، لما الضغط يقل دي كارثه، يبقى مفيش دم رايح. الحاجه الثانيه ان هي الالطف في شرحها، دي اتنين، لما الضغط يقل يبقى الفازو موتور سنتر مش هياخد انهيبيتور امبلس، الفازو موتور اريا مش هتاخد انهيبيتور امبلس اهي الفازو موتور. واحنا بقى الفازو موتور شرحها لطيف قوي يا اولاد، يبقى تقول لما الضغط يقل الانهيبيشن هيقل، فالفازو موتور اريا از ريليزد فور انهيبيشن از نو مور انهيبيتور، فتشتغل. وانت حافظها بقى هقولها ايه عشرات المرات في الكورس، اتنين في اتنين، ما تقولش الاناتومي بقى، تقول ان لما الفازو موتور سنتر يبقى ريليزد في انهيبيشن الهارت هيزيد الهارت ريت ويزيد الستروك فوليوم، والفيسلز هيحصل فيها فازو كونستريكشن الاثنين ارتريولز وفينز، لما يحصل كونستريكشن للارتريولز يزيد التوتال بيف ريزيستنس، للفينز يزيد الفينس ايتير ومن ثم الكاردياك اوتبوت. طب الارتيريال بلاد بريشر بتساوي توتال بيف ريزيستنس في اوتبوت، والاوتبوت هارت ريت في ستروك فوليوم، كلهم زادوا الارتيريال بلاد بريشر يزيد هو المطلوب. يبقى احلى حاجه تشرح لما الضغط يقل لكم سبب، انا قلت عدوا اثنين هما ثلاثه، لانه ده الاهم، هي الريسبتور حساس اكتر لما الضغط يقل، بيشتغل احسن لما الضغط يقل، مش لما يزيد برضه وترجعه بس احسن لما يقل. ثانيا لان اخر موضوع هناخده في الفاسكولار وهو الهيموراجيك شوك، هنتكلم ماذا يحدث لما الضغط يقل، فاحنا من الاول بتعلمين نقول ايه لما الضغط يقل. ثالثا لان هي الالطف في الشرح، اثنين في اثنين بيأثر على الهارت والفيسل، الهارت يزيد حاجتين هارت ريت وستروك فوليوم، هارت ريت وستروك فوليوم، والفيسل نكونستريكت حاجتين الفينز والارتريولز، الفينز فنزود الفينس تيرو من ثم الكارديك اوتبوت، والارتريولز نزود التوتال بيف ريزيستنس، وتكتب المعادله
الارتيال بلاد بريشر بيساوي اوتبوت في ريزيستنس، زاد الاوتبوت زاد الريزيستنس يبقى زاد الارتيال بلاد بريشر. طيب ده اهم سؤال يا ولاد اللي هو الارتيال باروسيتوس. نيجي النوتس نمره 5. حاجة اسمها كاروتيد ساينس سيندروم. معلش انتوا بتحبوا الامراض، لو حضرتك ضغطت على الكاروتيد ساينس بصبعك كده، جيت في الرقبة هنا اهو كده عندي، وضغطت على الكاروتيد ساينس، يبقى البريشر في الكاروتيد ساينس هيزيد. احنا قلنا لما البريشر يزيد يبعت انهبيتور امبلس اكتر. فلو ضغطت على الكاروتيد ساينس دلوقتي انا عندي اللي بيحصل ده، الكاروتيد ساينس لما ضغطت عليه زاد الانهبيتور امبلس وطى الضغط، بس بيوطيها بمقدار مقبول. ما انا فعلا ضغطت على الكاروتيد ساينس. في بعض الناس لما تضغط له على الكاروتيد ساينس الميكانيزم ده هايلي سنسيتيف، يبعت كميه رهيبه بالانهبيتور امبلس بحيث يحصل انهيار ضخم في الضغط بحيث الشخص يفيد يغمى عليه. الناس دول اللي عندهم الكاروتيد ساينس ميكانيزم سنسيتيف بيسموهم عندهم كاروتيد ساينس سندروم. كاروتيد ساينس سندروم. يبقى انت وانا لو ضغطنا على كاروتيد ساينس بتزيد الليبيتو امبلس بيقل الضغط، بس نقصان مقبول لا يؤدي الى فينتنج. انما هم لما تضغط على كاروتيد ساينس الليبيتو امبلس بتزيد جدا للميكانيزم حساس قوي بيحصل له فينتنج. طب متى يحدث ضغط على الكاروتيد ساينس؟ يعني الراجل ده امتى هيدوس على الكاروتيد ساينس؟ لما يلبس زي حالاتي كده تايت كولر يا ضيقه، لما يجي يلبس بدله كده تبص ايه يغمى عليه، لما يجي يحلق الصبح شيفينج وهو بيحلق دقنه شيفينج يضغط على الكاروتيد ساينس يغمى عليه. وكان في سواق في انجلترا، عارف في انجلترا والسواقين بره في الغرب لازم لما يوصل لاي كروسنج بوينت يبص يمين وبص شمال، ما فيش كده ياخدها خبطه واحده بالنظر كده، لازم يبص يمين كويس قوي يبص شمال قوي. فلاحظوا ان العند السواق ده يبص يمين يبقى ضغط على الكاروتيد ساينس يحصل له فينتي، طبعا فقد وظيفته. بس ده مش موضوع. يبقى في السيفير كيسز ايفن ذا مور تيلت ذا مير تيلتنج اوف ذا هيد تو وان سايد بتؤدي الى فينتي. العلاج نعمل ايه بقى يا اولاد؟ نلغي الكاروتيد ساينس لان بيجيب معلومات مدمره. نقطع الكاروتيد ساينس نيرف اللي هو اوف هيرنج اللي هو برانش وجروس فارينجل، وهيبقى في الحاله دي شغال بمين؟ ما تخافش، شغال بالاورتا، بالاورتك نيرف، بالفيجاس للسنسيف ده احسن، بس هيشغل امور كويس يعني مش هيعلى الضغط ولا حاجه، هيبقى زي الفل. يبقى علاجه نقطع الكاروتيد ساينس نيرف اللي هو برانش وجروس فارينجل. طيب تاني نوت يا اولاد اللي هو ان من عظمة الخلق والخالق ان الريسبتور دي ممكن تعمل ريسيتنج، يعني هي السيت بوينت بتاعتها الزطة بتاعتها انها تظبط الضغط على 90، يسموها السيت بوينت، متوضبة على 90. طب لو انا عملت اكسرسايز انا عاوز اعلي الضغط، فبيتغير السيت بوينت، يعني فيها بلاستيستي زي البلاستيك كده، عارف خاصيه يسموها بلاستيستي جايه من كلمه ايه؟ بلاستيك. حتى كنا مع السموث ماسل، بلاستيك قابل للتغيير اهو، فيقولوا في بلاستيستي، يعني في الاكسرسايز السيت بوينت انا عاوز اعلي الضغط سيستوليك على الاقل قلنا، فالسيت بوينت بتعلى. طب الناس اللي عندهم كرونيك هايبرتنشن، طب واحد يقول لي طب ليه الناس بيحصل لها هايبرتنشن المفروض لما الضغط يعلى تنزله تاني؟ لا، بيتغير السيت بوينت ناحية الأعلى، خلاص؟ فالسيت بوينت يمكن تغييرها، بتتغير في الاكسرسايز، بتتغير في الكرونيك هايبرتنشن، بتتغير في الهارت فيلير. فهارت فيلير أنا عاوز أوطي الضغط عشان الهارت ما يقابلش مقاومة جامدة، يبقى في حاجة اسمها ريسيتنج أوف باروسيبت ريفلكس. ده أهم ريفلكس في الخمسة يا أولاد أهو. تاني انا مش هعيده تاني، انت هتعيد، بس اقول لك النقاط ازاي شرحته. خمس نقاط. سايت، قول لي السايت اقول لك الانرفيشن، ده الطالب الذكي. الاسكا، قول لي الاستيمولس اقول لك الفانكشنز. فالسايت قلنا موجود في الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش، ودي سبيرسد
وانت فاهم ايش معنى المكانين دول، لان انا نظبط الضغط لصالح الهارت والبرين. الكرونيس طالع من الارش اوف ذا اورتا الاسيندنج على وجه التحديد، والبرين بياخد من الانترنال كاروت اللي هو جزء فيه الكاروتيد ساينس اللي ربنا وسعه عشان يديسبيرس الريسبتور. طيب ده في الرقبه هيبقى كاروتيد ساينس نيرف برانش من الجلوسو فارينجيال، ده في الصدر يبقى اورتيك نيرف برانش من الفيجس. بعدين الاستيمولس ارتيريال بلاد بريشر وبالس بريشر، الاوائل بيبقى مش ارتيريال بلاد بريشر بس، هو بالس بريشر بيبعت انيبيشن يبتدي عند 50 ويوصل ماكسيمم عند 160. الماكسيمم سنسيتيفيتي فين؟ عند السيت بوينت اللي هي 90. طب عموما الريسبتور احسن لما الضغط يزيد ولا لما يقل؟ ما اتعلمناها في ريسبريشن. شوف ايوب اكثر خطوره، ضغط يقل ما فيش دم رايح للانسجه، يبقى مور سنسيف مع الديكريس في الارتيريال بلاد بريشر. هو سنسيف برضه مع الانكريس بس مور سنسيف مع الديكريس. وبعدين تشرح لي خدنا وعلمتها لاجيال، تقول لما الضغط يقل الانهيبيشن هيقل، يشتغل مين يا اولاد؟ يشتغل الفازو موتور اريا اهي، اللي هي 2 في 2، الهارت حاجتين يزيد الهارت ريت والستروك فوليوم، والفيسل حاجتين كونستريكت الارتريولز فيزيد التوتال بيفر ريزيستنس، والفينز فيزيد الفينس تير وبالتالي الكاردك اوتبوت. وهو المعادله التاريخيه ارتيريا بلاد بريشر تساوي ريزيستنس في اوتبوت والاوتبوت هارت ريت ستروك فوليوم، كلهم زادوا يا اولاد يبقى ارتيريا بلاد بريشر يزيد. وبعدين النقطه الخامسه الاوائل تقول النوتس، في حاجه اسمها كاروتيد ساينس سندروم، ناس عندهم الميكانيزم ده سنسيتيف بحيث لما تضغط له على الكاروتيد ساينس الانهيبيشن يزيد، الضغط ينهار يحصل له فينت، كما لو لبس ياقه ضيقه تايت كولر او شيفنج حلقه الدقن او تيلتنج اوف ذا هيد وان سايد. والعلاج تلغي الكاروتيد ساينس بس، لو لغيت الاثنين يموت، لو قلت نطلع بفر نيرفز هتسقط والعام مات، لان ضغطه هيوصل 300 وهتوفاه الله في غضون ايام. تقطع ده بس، ده بس اهو اوريها لك في الصوره، ده فقط تلغي ده بس، سيبه شغال بال ارتري اورت. وتاني حاجه ان ممكن نعمل ريسيتنج للريسبتورز، تاني ريسبتورز يا ولاد هيبقى اسهل بقى، اللي هو بريفرال كيمو ريسبتورز، ده كنا خدناه في ريسبريشن. بريفرال كيمو ريسبتور السايت موجود في احنا قلنا في الكاروتيد بوديز اهي، اللي موجوده عند نقطه التفرع البايفوركيشن، راجع محاضرات الريسبريشن اوف كومون كاروتيد على ناحيتين، في طبعا كومون كاروتيد يمين وكومون كاروتيد شمال، يبقى السايت موجوده عند نقطه التفرع البايفوركيشن اوف كومون كاروتيد، يبقى في اثنين كاروتيد بوديز وموجوده في الارش اوف ذا اورتا تو اور مور اورتيك بوديز. هنا بقى متجمعين مش ديسبيرس، هنا بقى العبد الله قال لك ليه دوكم متجمعين؟ عشان البريشر لازم يبقى على اريا، اسف ليه الارتيريال باروسيبتور ديسبيرسد مبعثرين عشان البريشر مقرون بالاريا. طب ليه دول متجمعين؟ هنا بقى معظم الكتب كاتبه ليه هم متجمعين، فاكرها اقولها لك في عجاله، لان هما بيتاثروا اساسا بنقص البريشر اوكشن. يعني ايه البريشر اوكشن؟ ده بيعتمد على الاوكشن المذاب، الغازات المذابه هي ليها بريشر. طب ده الانسجه ما بتعتمدش على الفيزيكال، بتعتمد على الكيميكال، لان الفيزيكال قليل، فعشان كده عشان ربنا يخليها تعتمد على الفيزيكال وتتاثر بالفيزيكال فقط اللي هو نقص البريشر اوكشن، ربنا جمعهم واداهم بلاد سبلاي. بلاد سبلاي قلنا 50 مرة قد وزن مكافئ من البرين، في ناس يقولوا 20، ناس يقولوا 50، زي ما يكون دهم حجم كبير جدا من الدم بحيث يكفيهم الفيزيكال. يبقى ليه تجمعوا هنا؟ عشان يجي لهم دم كتير، جمعهم ونديهم كمية دم رهيبة، فيبقى الفيزيكال كتير، فاعتمدوا على الفيزيكال بس دون سائر الأنسجة. كل أنسجة تعتمد على الأوكشن اللي مع الهيموجلوبين الكيميكال، إلا دول يعتمدوا على الفيزيكال، فتأثروا فقط بالفيزيكال، نقص الفيزيكال اللي هو نقص البريشر أوكشن. يبقى قلنا التانيين ليه متفرقين؟ عشان البريشر مقوم بالأريا،
دول ليه متجمعين؟ عشان يتأثروا بنقص البريشر والفيزيكال، يبقى لازم ياخدوا فيزيكال كتير، فبياخدوا دم اكثر بكثير من وزن مكافئ المخ. يبقى هنا وهنا فقط بتلاقي الاجابات لكل الاسئله. يبقى السايت موجودين في الكاروتيد بوديز، وده برضو تاني المور امبورتنت. طول عمره الكاروتيد اللي رايح للمخ اهم من الاورتيك، هما دي مهمين بس الكاروتيد اهم. الانرفيشن اللي في الرقبه يبقى بتسعه، اللي هو كاروتيد ساينس نيرف اوف هيرنج اللي هو برانش من تسعه جروس فارينج، واللي في الصدر اورتيك نيرف برانش من الفيجاس اهو اهو، يبقى ده برانش من جروس فارينج وده برانش من الفيجاس. قل لي السايت اقول لك الانرفيشن، ما بزهقش بس تطلع سماعي بس عارف كويس قوي. اي ريسبتور في الفيس يبقى بخمس رجمنت، في الرقبه يبقى بتسعه، في الثوركس والابدومن والابدومن يبقى بعشر. طيب يبقى هنا تسعه جروس فارينج كان اسمه ايه اساسي؟ كاروتيد ساينس نيرف اوف هيرنج برانش من تسعه، وهنا اسمه اورتيك ارش نيرف برانش من عشر فيجاس. طالب ذكي قول له السايت يقول لك النيرفيشن، والاثنين مع بعض اسمهم بافر نيرفز. هنفهم مع بعد شويه ليه سموهم بافر نيرفز. طب ايه الاستيمولس؟ قلناها في محاضره الريسبريشن، ستيميليتد بنقص البريشر اوف اكسجين، زياده البريشر اوف كربون دايكسايد، زياده الهيدروجين اين كونسنتريشن. وطبعا انا اقول ما اعنيه واعني ما اقوله، وارسم ما اعنيه واعني ما ارسمه. مين اهم واحده فيهم هنا؟ نقص البريشر اوف اكسجين دي اهم واحده، مش كده كاتبها لك بخط كبير وكاتب لك دي اهم من الانتانين. يبقى الاستيمولس هما بيتاثروا بالثلاث، نقص البريشر اوكسجين، زياده البريشر اوف كربون دايكسايد، زياده الهيدروجين اين، بات مينلي باي ديكريز بريشر اوكسجين. طالب ذكي قال لي بروفيسور، قلت له ايه؟ قال لي انت عنوان المحاضره ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. قلت له صح. قال لي انت جايب لنا ريسبتور بيتاثر مش بنقص الارتيريال بريشر، بنقص البريشر اوف اكسجين. انت عنوانك ارتيريال بريشر، الريسبتور ده بيتاثر مش بنقص الارتيريال بريشر، بنقص البريشر اوف اكسجين. يبقى لازم نعمل ربطه لينك. طب ما تعالى نفكر، مش احنا قلنا يا اولاد هما ازاي بيتاثروا بنقص البريشر اوف اكسجين؟ بان ربنا خلاهم يعتمدوا على الفيزيكال بس، لان الفيزيكال هو ليه بريشر. طب ده الفيزيكال قليل، ازاي ربنا خلاهم يعتمدوا على الفيزيكال بس؟ بان اداهم بلاد سبلاي رهيب اكتر من وزن مكافئ من البرين بعشرات المرات، وهذا البلاد سبلاي الرهيب يعتمد على ان ضغط الدم يبقى مظبوط. فلو نقص الارتيريال بلاد بريشر بلو 50 مليمترز ميركوري مش هيروح لهم دم كافي، فالفيزيكال هيقل، فالبريشر اوكسجين هيقل، فهم يتأثروا. يعني الطالب ذكي يعني هم بيتأثروا لما الضغط يقل. يبقى الريسبونس ايه مطلوب منهم؟ ايه ريسبتور بيشتغل لما الضغط الشرياني يقل، يبقى مطلوب منه يعلي الضغط الشرياني. فعش كده الريسبونس بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا فازو كونستريكشن وديكريز ذا هارت ريت. بس مين اقوى؟ الفازو كونستريكشن، فالمحصله الارتيريال بلاد بريشر تزيد. يبقى هما بيقللوا الهارت ريت، لكن الاهم بيعملوا فازو كونستريكشن فالضغط يزيد فيجي لهم دم كفايه. يبقى تمام اللي قلت لك الريسبونس صلح الاستيمولس. الزملاء الاصغر سنا يسمعوني، الزملاء الاصغر سنا بيقولوها بطريقه اسهل مني وهي غلط. يقول لك ان الريسبونس بقى عشان يزود الضغط بيزود الهارت ريت ويعمل فازو كونستريكشن، هي شكلها اوقع، عشان يزود الضغط جامد يزود هارت ريت ويعمل فازو كونستريكشن. لا، هو بينقص الهارت ريت وبيعمل فازو كونستريكشن، بس الفازو كونستريكشن اهم فالضغط بيزيد. للزملاء الاصغر سنا والاوائل اسمعوا الاثبات. اكشولي لما بيحصل هايبوكسيا، نقص في البريشر اوف اكسجين، يعني هايبوكسيا الهارت ريت بيزيد، بس مش عن طريق البريفرال كيمو ريسبتور،
ان الهايبوكسيا بتطلع ادرينالين، والادرينالين ده بيزود الهارت ريت، مش عن طريق البريفراكين ريسبتور، عن طريق حاجه تانية تروح الادرينالين. طب طالب سالني طب وايش عرفكم بقى؟ ما هو الاستيمولس هنا هايبوكسيا، يبقى هتطلع عليه الهارت ريت يزيد. فعرفته منين؟ شوف السؤال الذكي، عرفته منين بقى ان البريفرال كيمو ريسبتور بتنقص الهارت ريت؟ سهله جدا جدا. عملوا اكسبيرمنت بقولها للزملاء الاصغر سنا ومن الاوائل، لقوا ان البريفرال كيمو ريسبتور بتتاثر بماده كيميائيه وهي النيكوتين، فحقنوا النيكوتين، يبقى هنا مفيش هايبوكسيا. فلما حقنوا النيكوتين وشغلوا البريفرال كيمو ريسبتور بدون هايبوكسيا بالنيكوتين، لقوا ان الهارت ريت بيقل وبيحصل فازوكونستريكشن، بس الفازوكونستريكشن اقوى فالضغط بيزيد. ده الاجابه للاوائل والزملاء الاصغر سنا اللي بيقولوها غلط. بيقولوا البريفرال كيمو ريسبتور وشكلها اوقع يزود الهارت ريت ويعمل فازوكونستريكشن فالضغط يزيد. لا، هو بيزود الضغط بس عن طريق الفازوكونستريكشن بس، لكن حقيقه الامر البريفرال كيمو ريسبتور بتنقص الهارت ريت بس، لان المين ستيمولس في الحياه هو نقص البريشر اوف اوكسجين، وده بيزود الهارت ريت مش عن طريق البريفرال كيمو ريسبتور، عن طريق مطلع ادرينالين. فحصلت اللابس ده، ان الهايبوكسيا بتزود الهارت ريت وتعمل فازوكونستريكشن. الفازوكونستريكشن عن طريق البريفرال كيمو ريسبتور، انما زادت الهارت ريت عن طريق الادرينالين، يبقى ما اقدرش احطها تحت البريفرال كيمو ريسبتور. طب عرفنا منين البريفرال كيمو ريسبتور بتعمل ديكريس في الهارت ريت؟ شغلنا البريفرال كيمو ريسبتور بحاجه ثانيه غير الهايبوكسيا، بماده النيكوتين. المهم الارتيريال بلاد بريشر زاد، يبقى ثاني يا اولاد السايت، قول لي السايت اقول لك الانرفيشن، قول لي الاستيمولس اقول لك الريسبونس. نيجي النوتس، هنا عندي تو نوتس. اول نوت يا اولاد اسمها مير ويفز. الناس اللي بيحصل لها هيموريدج، لقينا ان ضغطها بيحصل فيه سايكليك فلكتويشن، يعني تذبذب في الارتيريال بلاد بريشر، كل سايكل بتاخد 20 ل 40 ثانيه. واذكر في الفتره اللي اشتغلتها نائبا في القصر العيني، فعيان بينزف، بعت 2 امتياز يقيسوا الضغط، فرجعوا الاثنين برقمين مختلفين، وكل واحد بيتهم الاخر مش عارف يقيس. فقلت لهم انتوا الاثنين قيستوا صح، بس انتوا الاثنين مش فاهمين طب، ان العيان اللي عنده هيموريدج بيحصل عنده تموج في الضغط الشرياني اسمها ميرز ويفز، فحضرتك قست في اللحظه اللي كان ضغط عالي وانت قست في الضغط واطي، فعشان كده جبتوا ارقام مختلفه، بس انتوا الاثنين صح، بس انتوا الاثنين ما تعرفوش ان في حاجه اسمها ميرز ويفز، ان في سايكليك فلكتويشن في الارتيريال بلاد بريشر، السايكل بتاخد 20 40 سكند في حالات الهيموريدج، سببها موضوعنا اللي هو البريفرال كيمو ريسبتورز. ايه السبب؟ تعال نشوف ايه السبب. حضرتك العيان اللي نزف ده يبقى حصل له نقص في الضغط، هايبوتنشن، ضغط وطي، فالبريفرال كيمو ريسبتور ما راحلهاش دم، حصل لها اسكيميا، نقص في الدم، حصل لها هايبوكسيا. طب الاستيمولس بتاعها هايبوكسيا، فبقت استيميليتد، فبعتت اكسيتاتوري امبلس على الارتيريال بلاد بريشر، فالضغط عالي. لما الضغط عالي البريفرال كيمو ريسبتور راح لها دم كويس، ما بقاش فيها هايبوكسيا، بطلت تبعت امبلس، فالضغط انهار ثانيه، وهكذا. دي اسمها ميرز ويفز، سببها البريفرال كيمو ريسبتور، تحدث في حالات الهيموريدج تموجات في الضغط الشرياني، الموجة تاخد من 20 ل 40 ثانية. طالب يقول لي هو ليه ربنا عمل كده؟ مع الاعتذار في التعبير، يعني اصلاح ما يمكن اصلاحه. يعني الجسم حجم الدم اللي عنده مش كافي انه يحتفظ بالضغط عالي على طول، لان الدم حصله هيموريدج. ولا البديل ادام نزفنا الضغط يقل على طول. فالفلكتويشن ده يعني ايه؟ كل 20 ل 40 ثانيه نزود الضغط، نزود السبلاي للجسم، وبعدين يرجع يقل شويه، وبعدين نزود له ثاني، وبعدين يقل شويه. يعني مع الاعتذار نص العمى ولا العمى كله. بدل ما ننزف فالضغط ينهار تماما،
ربنا خلى البي في الكيرف ريسبتور كل 20 40 ثانيه ترفعه شويه وبعدين تريح، ترفعه شويه وبعدين تريح، عشان كانه يعني نوع من انواع ضخ دم اكتر برغم ان حجم الدم قليل بسبب الهيموريج. شوف العظمه الالهيه الميرز ويفز اللي بتحصل في الهيموريج. انت تقراها سايكليك فلكتويشن، تموج في الضخ، فالنسيج ياخد وبعدين اقل شويه وبعدين يرجع ياخد تاني واقل شويه. لما الضغط ينهار بيحصل بوتنشال، يبقى مفيش دم رايح للكيمو ريسبتورز، سكيميا ونقص في البريشر اوف اوكسجين، تبقى ستيميليتد، تبعت اكسيلاتوري امبلس تعلي الضغط، الضغط عالي راح لها دم كفايه تبطل تبعت اكسيلاتوري امبلس، نو اكسيلاتوري امبلس، فالبريشر ينهار، يحصل لها تاني اسكيميا وهايبوكسيا، تبعت اكسيلاتوري امبلس تعلي الضغط مع نيوتن. دم حجمه تقلص، مش البديل بقى ان ننقص الدم على طول ومش قادرين نزوده على طول، يبقى نعملها فلكتويشن كل شويه ندي اكتر. تاني نوت بقى اولاد اسمها كوشينج ريفلكس، هي الروعه بذاتها. لو حصل لنا انتراكرينيال هيموريدج، يعني عاوز ارسمها نزيف داخل المخ، خلاص طبعا السكال دي يا اولاد بتبقى يعني حجمها محدود، فلو حصل نزيف داخل المخ يبقى الانتراكرينيال بريشر الضغط داخل المخ هيحصل له ايه؟ هيزيد. ادام حصل نزيف في الجمجمه جوه الجمجمه يبقى الضغط داخل الجمجمه زاد، فده هيضغط على الفيسلز اللي جايه غازي المخ، ضغط زياده هيضغط على الفيسلز اهي، دي رسمتها دلوقتي عشان تتفرج معايا. يبقى عيان حصل له نزيف في المخ، يبقى بالتالي زاد الانتراكرينيال بريشر، الضغط داخل الجمجمه زاد، فراح ضاغط على الفيسلز اهي اللي راح تغذي المخ، فكميه الدم اللي رايحه المخ ايه؟ قلت. والمخ ده ما فيش هزار، ده اهم من الهارت، وهو اللي عنده السنتر، السنتر بتحكم في الضغط عنده، فيعمل ايه؟ يشغل الفازو موتور سنتر، يروح معلي الضغط عشان الدم يجيله هو بالعافيه، لان ده في نزيف هنا بيعوق ان الدم يدخل، فهو علي الضغط في عموم الجسم عشان يجيله دم اكتر، ولما الضغط يزيد الهارت ريت يقل. دي اسمها كوشينج ريفلكس. يبقى تاني في حالات الانتراكرينيال هيموريدج، لما يحصل نزيف في المخ الضغط داخل الجمجمه بيحصل له ايه؟ اقرا معايا. لما يزيد الانتراكرينيال هيموريدج، يحصل انتراكرينيال هيموريدج، يبقى زاد الانتراكرينيال بريشر، فضغط على الفيس اللي رايحه المخ، المخ ما هيش جاي له دم، اسكيميا. طب ده هو اللي عنده السنتر، هيسيب نفسه فيشغل الفازو موتور سنتر، خلاص ازاي اللي شغالها؟ ان لما ما جالوش دم حصل زياده في البريشر اوف كاربون دايوكسيد ونقص في البريشر اوف اوكسجين، فده عمل استيميليشن في الفازو موتور اريا، فعلى الضغط فيجيله دم بقى بالعافيه، وقل نتيجه الهارت ريت، لما الضغط يعلى الهارت ريت بيقل، خلاص، لان قلنا الارتيريا بارو سيبتور بتبعت انهبيتوري امبلس تقلل الهارت ريت. وبذا يختلف نزيف المخ عن اي نزيف اخر. طالب قال لي ما تفهمنا اكتر، قلت له ما انا عارف انك ما فهمتش كفايه، فهفهمك اكتر. انتوا بتفتكروا الحكايات يا اولاد، في الفتره اللي اشتغلت فيها نائبا يجي لنا عيان خد خبطه في راسه جامده، ومن اثر الخبطه دي فقد الوعي لثواني معدوده، بعدين عاود الوعي مره اخرى. تاني، الخبطه التي لا تفقد المريض الوعي ما تعملش نزيف في المخ، يعني لازم عشان يحصل نزيف في المخ الخبطه تفقدك الوعي، لو فقدتك الوعي خد بالك ممكن يحصل نزيف وممكن لا. فلما بيجيني واحد يقول لي خدت خبطه في دماغي جامده قوي يا دكتور، احجزوني ليكون حصل نزيف في المخ، اساله سؤال محدد، يا ابني انت من جراء الخبطه دي فقدت الوعي ان شاء الله ثانيه؟ يقول لي لا ما فقدتش الوعي ولا ثانيه. اقول له راح بك، الخبطه التي لا تفقد الوعي دي لا يمكن تعمل نزيف، روح. طب قال لي ايه يا دكتور، انا فقدت الوعي 5 ثواني وقمت تاني. هي دي الخبطه اللي ممكن تعمل نزيف في المخ، فاحطه تحت الملاحظه
واجيب طبيب امتياز اقول له شغلتك حاجه واحده بس، اطلب ضغط والنبض، الضغط والنبض. ليه؟ لانه لو حصل له نزيف في المخ، الضغط داخل الجمجمه زاد، هيضغط على الفيسل اللي رايحه المخ، الضغط يعني مفيش دم رايح للمخ، اسكيميا، السي او 2 هيزيد في المخ، الاكشن هيقل، المخ اللي في ايده كل حاجه يروح مشغل باظ موتور سنتر، معلي الضغط في عموم الجسم، معلي الضغط عشان يجي له دم، وحسب مريض له هنبقى ناخده بعدين الهارت ريت يقل، لان الهارت ريت يتناسب عكسيا مع الارتيريال بلاد بريشر بروفايدد اذر فاكتورز ار كونست، ضغط يزيد والهارت ريت يقل. لو لقينا الطبيب الامتياز قال يا دكتور كل نص ساعه بلاقي الضغط بيزيد والهارت ريت بيقل، الضغط بيزيد والهارت ريت بيقل، اقول له نعمل لك عمليه تربانه فورا، حط العيان ده في اوضه العمليات عشان بعد شويه زياده الانتركرينال بريشر هتوقف الريسبيرتو سنتر والعيان يموت. وعلمتها لاجيال. وبذا يختلف نزيف المخ عن اي نزيف اخر في الجسم. اي نزيف في اي حته ثانيه في الجسم يعمل ايه؟ يفكر معايا. يقلل الضغط. لو نزفت من اي حته في الجسم الضغط يقل. والهارت ريت يزيد. ده اي نزيف في الجسم، الا نزيف المخ يعمل العكس، يزود الضغط، وفهمت ليه؟ ويقلل الهارت ريت. فحكيت لك القصه بتفتكروا الحكايات. عيان جالي يا دكتور خدت خبطه جامده في راسي، ايه السؤال اللي هتساله له؟ فقدت الوعي؟ اذا قال لك لا ما فقدتش وعي خالص، الخبطه التي لا تفقد الوعي، لا تفقد الوعي، اولموست مستحيل تعمل نزيف في المخ، روح يا بابا انت كويس، انسى الخبط. قال لي فقدت الوعي ثواني وقمت تاني. هي دي الخبطه اللي ممكن تعمل نزيف وممكن ما تعملش نزيف. هعمل له عمليه تربانه على الفاضي، افتح الاقي ما فيش نزيف، اقول له طيب هنحجزك في المستشفى ونجيب طبيب امتياز يقيس لك حاجتين، ضغط ارتيريال بلاد بريشر ونبض. لو انه عنده نزيف، فكر عنده نزيف، يبقى الضغط داخل الجمجمه هيحصل له ايه؟ هيزيد. الانتركرينال بريشر هيضغط على السريبرال فيسل، ما هو الضغط عالي جوه يضغط على السريبرال فيسل، يبقى كميه الدم اللي رايحه المخ هتقل، اسكيميا. طب الاسكيميا دي هتعمل ايه؟ يبقى مش عارف ياخد اكشن، هتنقص الاكشن ويزود ثاني اكسيد الكربون، ما بيتغسلش. فدول يشغلوا الفازو موتور سنتر، يقولوا في مشكله، هو اللي البرين هو اللي عنده السنتر، يبقى يعمل اللي لصالحه. فعاوز دم بقى، ما هو مفيش دم جاي، يروح مزود الضغط في عموم الجسم وعليه يقل الهارت ريت. وبذا يختلف نزيف المخ عن اي نزيف اخر. في نزيف المخ الضغط بيعلى يعلى والهارت يقل. في اي نزيف اخر الضغط يقل والهارت يزيد. بالله عليك لو انت ما تعرفش المعلومات دي في الفسيولوجي، لو ما اتعلمتش مع العبد الله وقروا لك الكوشنج ريفلكس زي ما بيقروه كده، ضيعنا عديد من المرضى. انما انا علمتها لك ما هو الكوشنج ريفلكس. عيان اتخبط في راسه وخايف من نزيف، تساله فقدت الوعي؟ لا، روح. فقدت الوعي؟ ممكن وممكن لا، يبقى في نزيف. تقيسته ضغط ونبض، ضغط ونبض، ضغط ونبض. لو انه في نزيف الانتركرينال بريشر هيزيد، هيضغط على الفيسل رايح المخ، مفيش دم رايح المخ، اسكيميا، السي او 2 يزيد والاكشن يقل. البرين يحلها ازاي؟ يزود الضغط والهارت يقل. يبقى لو لقيت الضغط بيزيد والهارت بيقل يبقى ده عنده نزيف في المخ. حط في اوضه العمليات وتربانه واقفل النزيف ده، والا بعد ساعه ولا ساعتين من كتر زياده الضغط هتعمل ديبريشن للريسبيراتوري سنتر ونفسه يقف ويموت. ادي ازاي اسمها كوشنج ريفلكس الكلام ده. يلا عشان نبقى علمناكوا طب صح، مش هنراجع. هي الفيسيولوجي زي ما اتقالش بهذه الصوره لا قيمه لها، يبقى بنهرج. يبقى البريفرال كيمو ريسبتور بتتكلم عليه السايت والانرفيشن، مش عيد تاني. ستيمولس وريسبونس. وبعد النقطه الخامسه النوتس، هنا قلنا تو نوتس، ميرز ويفز، وحكيت عنهم قصص، وكوشنج ريفلكس. طيب نيجي يا اولاد سؤال رائع بقى للطالب فاهم قوي. الرول اوف بافر نيرف ان ذا ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. دور البافر نيرز، وهتفهم دلوقتي ليه سموها بافر نيرز، في ضبط الضغط. الرول اوف بافر نيرز ان ريجوليشن ارتيريال بلاد بريشر. تاني معلومات بمليون جنيه، المعلومات اللي هقولها دلوقتي. في تو ريسبتورز فقط في جسمك متصلين بالبافر نيرز، اللي هم
فيجاس وجلوسوفارينجم اللي هم ارتيريال بارو ريسبتور. واهم معلومه ان هو لما الضغط يزيد بيبعت انيبيتور امبلسز تبتدي عند 50 ويوصل الماكسيمم عند 160. طيب بينما البريفرال كيمو ريسبتور بتبعت اكسايتاتوري امبلس. واقول لك حاجه، دي الريسبتور الوحيده في الخمسه اللي بتبعت اكسايتاتوري. خد تجميعه مهمه قوي، كلهم بيبعتوا انيبيتور، الوحيد اللي بيبعت اكسايتاتوري هو البريفرال كيمو ريسبتور. ليه؟ لانها بتشتغل بنقص البريشر اوكشن اللي بيحصل لما الضغط يقل تحت 50، فلازم تبعت اكسايتاتوري امبلس. انا بقى تاملت حاجه لنفسي، قلت ايه العظمه الالهيه دي يا ربي؟ يعني انت واخد بالك من السكيل من الارقام؟ الارتيريا باروسيبتور بتشتغل من 50 تبتدي تبعت انهيبيشن يصل الماكسيمم عند 160، يعني فوق 160 نفس الانهيبيشن. بينما البريفرال كيمو ريسبتور بتشتغل لو الضغط نقص تحت 50، تحت 50 يبقى انا عاوز اعلي الضغط، ده ضغط واطي جدا، فكان لازم تبعت اكسايتاتوري امبلس. فقعدت اتامل كده، يا ربي البافر نيرفز لما يقول لي ديسكاس بافر نيرفز يبقى هديسكاس تو ريسبتورز، ارتيريال بارو ريسبتورز اللي بتبعت انهيبيتوري وبريفرال كيمو ريسبتور اللي بتبعت اكسايتاتوري، هما الاثنين دول متصلين بالبافر نيرفز. وتعالى بقى اسمعها من العبد الله. حضرتك ضغطك المين المتوسط 90، المين ارتيريال بلاد بريشر 90. نفرض حضرتك او حضرتك او العبد الله اتعورنا وحصل هيموريج، فالضغط هيحصل له ايه؟ الضغط هيقل. هيمر الانسان بمراحل ثلاث. اما الضغط يقل تحت 90 الانهيبيتوري امبلس اللي طالعه من الارتيريا باروسيبتور تقل. ليه؟ عشان تدي فرصه للفازو موتور سنتر انه ما يبقاش انهيبيتد فيشتغل ويعلي الضغط. طب لو نزل الضغط ال 50 المرحله الثانيه يتوقف تماما الانهيبيشن. انهيبيشن ايه في واحد ضغطه 50 لسه هننهبت؟ يقف تماما الانهيبيشن. طب افرض الحالة اتنيلت اكتر والضغط قل المرحلة التالتة تحت 50، ده مش بس البافر نيرفز تتوقف عن الانهيبيشن، ده تبتدي تبعت نيو سيت اوف امبلس، مجموعة تانية من امبلس اكسايتاتوري بقى. بس لان يا اولاد الريسبتور الواحد، اسمع دي بمليون جنيه المعلومة دي، الريسبتور الواحد يرسل نوعا واحدا من الامبلس، يا انهيبيتوري يا اكسايتاتوري، فكان لازم السيت الجديد بالاكسايتاتوري يطلع بريسبتور جديده اللي هي البريفرال كيمو ريسبتور. بس لان الاثنين شغالين في نفس السكيل فالاثنين متصلين بنفس الاعصاب وهي البافر نيرفز الفيجاس والسوفارينجال. ودلوقتي بس فهمت ليه سموها بافر نيرفز، بافر نيرفز لان هما بيبافر changes in arterial blood pressure، بيمنعوا التغيرات في arterial blood pressure. يبقى عاوزك تتخيل كده ال two receptors اهم، تعال اوريهم لك في رسمه واحده. ال two receptors اهم اللي متصلين بالبافر نيرفز، اللي هما الارتيريا باروسيبتور من القطة دي والبريفرال كيمو ريسبتور اللي هما البادز دي، هما الاثنين دول متصلين بالبافر نيرفز 9 و10. نورمالي عند ضغط 90 بنبعت انيبيتور امبلس. افرض ان انا نزفت الارتيريا باروسيبتور تقلل الانهيبيشن، لو الضغط وصل 50 يتوقف الانهيبيشن تماما. يا نهار ابيض، طب نزل كمان تحت 50، ده مش بس مفيش انهيبيشن، ده يطلع نيو سيت اوف امبلس من اكسايتاتوري امبلس تعلي الضغط. بس مش ممكن يطلعوا من نفس الريسبتور، الريسبتور اللي بيبعتوا انهيبيتوري اللي هم الارتيريال يقفوا، وريسبتور ثانيه اللي هي البريفرال كيمو ريسبتور متصله بنفس الاعصاب اللي هم البافر نيرفز تبعت اكسايتاتوري امبلس تشغل الفازوموتور اريا. ده ايه العظمه دي؟
يبقى دلوقتي بس فهمنا الاثنين مع بعض والارقام بقت جزء من الروعه. يبقى ال بريفرال الارتيا باروسيبتور تبعت انيبيشن يبتدي عند 50 ويصل ماكسيمم عند 160، والبريفرال كيمو ريسبتور تبعت اكسيتاتوري لو حصل لها هيبوكسيا والضغط نقص تحت 50. وخدت القصه رائعه بقى. يبقى لو طلب منك الرول اوف بافر نيرف ان ذا ريجوليشن ارتيا بلاد بريشر تشرح الكيمو ريسبتور في خمس نقط: السايت والانيرفيشن والستيمولس والريسبونس. بس الطالب يذاكر الريسبونس بقى تكتبه في الاثنين مع بعض بالطريقه اللي انا قلتها، الخطه الثلاثيه. تقول لو الضغط، لو انا نزفت ونقص الضغط تحت 90 الانهيبيشن اللي جاي من الارتيريا باروسيبتور يقل، ده الخطوه الاولى. لو نزل الضغط ل 50 انهيبيشن يقل عند 50 ده الضغط واطي قوي، يقف الانهيبيشن تماما. المرحله الثالثه، طب لو نقص تحت 50 البافر نيرف تجيب مجموعه ثانيه من الامبلس اكسيتاتوري، بس ما ينفعش بقى تيجي من برده من الارتيريا باروسيبتور، تيجي من ريسبتور ثاني اللي هو البريفرال كيمو ريسبتور عشان تستيميليت الفازو موتور سنتر وتعلي الضغط وتشرح الفازو موتور سنتر 2 في 2 الهارت تزود هارت ريت وستروك فوليوم والفيسل نكونستيكت الارتريولز والفينز ارتريولز وفينز ما قلتش ارتريولز وفينز مش عاوز غباوه ارتريولز وفينز ارتريولز ارتريولز مش ارتي عشان يزود ريزيستنت والفين عشان يزود فينا ستيد ومن ثم الكاردك اوت. يبقى تشرح الاثنين في الخمس نقط بس الريسبونس تشرحهم مع بعض. لو نزل الضغط زي في الابرج عند 90 الارتيا باروسيبتور تقلل الانهيبيشن، عند 50 يقف الانهيبيشن، تحت 50 تشتغل الثانيه البريفرال كيمو ريسبتور تبعت اكسيتاتوري للفازو موتور سنتر وتشرح بقى 2 في 2 تعلي الضغط. ودلوقتي ولاول مره تفهم ليه دي كانت بتشتغل من 50 ل 160 وتبعت انهيبيتري ودي تحت 50 وتبعت اكسيتاتوري، وليه هما الاثنين متصلين بنفس الاعصاب البافر نيرف، لانه عمل متكامل وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. واتعجب ان يوجد ملحدون لما تستغرق في الفسيولوجي وتفهمه كما العبد لله فهمه تتأكد انه وراء الخلق خالق قوة عاقلة نسميها الله. يبقى البافر نيرف متصلين في جسدك بنوعين فقط من الاعصاب، ارتيريال باروسيبتور بتبعت انهيبيتري وبريفرال كيمو ريسبتور بتبعت اكسيتاتري. فلو جالك حتى ديسكاس بافر نيرف ديسكاس ذا ريجوليشن اوف بافر الرول اوف بافر نيرف ان ريجوليشن ارتيريال بلاد بريشر تشرح الاثنين بس الريسبونس تجمله مع بعض في ثلاث نقاط. لو نقص تحت 90 قل الانهيبيشن، عند 50 وقف الانهيبيشن، تحت 50 نبتدي اكسيتاتري من ريسبتور اخر هو بريفرال كيمو ريسبتور. طيب انا هطول هذه المحاضره شويه لان لازم اخلص النيرفس على الاقل، بس ما فاضليش كتير يا اولاد فاستحملوني عشان لازم تفهم كويس الدنيا. نيجي الريسبتور الثالث واخر الكبار اللي هو اتريال او فوليوم ريسبتورز، ويسموه اسم تاني البريشر في الاتريوم قليل فيسموه لو بريشر ريسبتورز، ويسموه اسم رابع كارديو بالمونري ستريتش ريسبتورز. يبقى اسمه اتريا ريسبتور ده اسم، فوليوم ريسبتور هتفهم ليه سموه فوليوم ريسبتور بعد شويه ده اسم، لو بريشر ريسبتور دي مفهومه عشان البريشر في الاتريا لو، وكارديو بالمونري ستريتش ريسبتورز هتفهم ليه الاسم الرابع لانهم موجودين في الهارت في الاتريا وفي البلمونري فيسلز. اهي تعال السايت، سايت موجوده في الاتريا ات انترانس اوف فينز، في الاتريا عند دخول الفينز وفي البلمونري فينز اهي، يبقى موجوده في بوث اتريا عند مكان دخول الفينز، هنا السوبيرو والانفيرو هنا كافا في الرايت اتريوم وهنا البلمونري فينز في الليفت اتريوم، فموجودين في الهارت عند الانترنس اوف فينز وموجودين كمان في البالمونري فيسلز عشان كده سموهم كارديو بالمونري ستريتش ريسبتور، كارديو بالمونري ستريتش ريسبتور او اتر ريسبتورز، واللي هم البريشر فيها قليل الاتر فسموها لو بريشر ريسبتورز.
فسموها الاسم الثاني فوليوم ريسبتور لانها بتتاثر بالفوليوم. طيب سوري من فضلك سايت كل دول فين يا اولاد؟ هنا. يبقى اني عصب انتوا اللي تقولوا انا مش هقول. يبقى فيجاس. قل لي المكان اقول لك النيرف. طالب الاسك قول لي الاستيمولس اقول لك الريسبونس. هما بيتاثروا بالديستنشن بالستريتش. مش يعني حتى مسمينهم كاردو بالمونري ستريتش ريسبتور. ديستنشن بيعمل ستريتش. طب امتى بيحصل ديستنشن؟ لو زاد البريشر في الاتريا ده يسموه سنترال فينس بريشر، لان الاتريام الرايت اتريام هو السنتر بتاع كل الفينس. فعش كده لو زاد البريشر في الاتريا يبقى يسموه الاتريام ده السنتر بتاع كل فين فيسموه سنترال فينس بريشر. يعني زي ما ربنا حط مرقاب يراقب الضغط العالي الارتيريال، حط مرقاب يراقب الضغط الفينس بقى مش الارتيريال. طب يحطه في انهي فين ربنا؟ الضغط في الفينز مختلف تماما زي ما قلنا، فحطه في السنتر بتاع كل الفينز عشان كده سموه سنترال فينس بريشر. طب امتى يزيد السنترال فينس بريشر ده؟ في حالتين. لو زاد الفينس تير يعني الفينس تير زاد طبعا هيزيد البريشر في الاتريا، او لو عملنا الواحد اوفر ترانسفيوجن نقلنا له دم اكتر فزاد البلاد فوليوم فهيحصل ديستنشن في الاتريا لانها ستريتش ريسبتور وهتشتغل. طب يبقى الضغط زايد دلوقتي يبقى مطلوب منها تعمل ايه يا اولاد؟ تنقص الضغط. طب ازاي؟ طب هي زياده الضغط كانت بسبب زياده الفوليوم عشان كده سموها فوليوم ريسبتور، يبقى تنقص الفوليوم زي ما نشوف. فتعالى الفانكشنز اسمها اتريال او فوليوم ريفلكس هنعمل ايه؟ بص معايا دلوقتي الضغط زايد فهنعمل حاجتين يا اولاد. نوسع الحاوي اللي هو الفيسلز عشان ضغط يقل، ونقلل المحتوى اللي هو البلاد فوليوم. فتعال نشوف الفانكشنز بيعملوا سيستميك فازو دايليتيشن عشان يحتوي هذا الدم، عشان الدم ما يتجمعش في الرئه والا هيحصل حاله مميته. لو الدم اتجمع في الرئه هيحصل بالمونري كونجيشن احتقان في الرئه وبالمونري اديما. يبقى حصل سيستميك فازولتيشن وسعنا الحاوي عشان نمنع البلمونري كونجيشن وإديما. طيب وبعدين نزود الهارت ريت خلاص عشان الدم لما زاد حجمه يبقى عاوز اكسجينيشن جامد فنزود الهارت ريت. فده بيسموه بيمبريدج ريفلكس. ولكن بيمبريدج ده يا اولاد اللي ما يعرفوش الزملاء الصغيرين ده كان سنه 1915 عمل تجربة على الكلاب، يعني عمل انترافينس انفيوجن ادى الكلب سائل كتير قوي فزاد السنترال فينس بريشر زاد البلاد فوليوم فلقى الهارت ريت زاد فسموه بيمبريدج ريفلكس. بس في تعقيبين هنا. اولا الهارت ريت ما بيزيدش الا اذا كان اوريجينالي الهارت ريت سلو، يعني لو كان الهارت ريت بطيء وزاد الفوليوم عشان خاطر الهارت يشتغل اكتر عشان الدم ده يبقى اوكسجينيتد بسرعة. نمرة اتنين نلاقوا الكلام ده في الدوجز لكن مش في الهيومن بينجز. فالبيمبريدج اللي معرفوش الزملاء الاصغر ولسه في زملاء بيسألوا فيه ده فقد قيمته في الطب. سنة 1915 التجربة كانت على كلب، الكلام ده لا ينطبق على الانسان. الهارت ريت ما بيزيدش الا اذا كان الهارت ريت لو. تاني حاجة بقى عاوزين نعمل ايه؟ وسعنا الحاوي ونقلل المحتوى اللي هو البلاد فوليوم. فالهرمونات اللي من شأنها انها تزود البلاد فوليوم نقللها، اللي هي زي الانتي دايريتيك هرمون او الفازوبريسين. لو اسمه انتي دايريتيك ضد اضرار البول بيمنع ان البول ينزل، لا نقلله. عاوزين البول ينزل، عاوزين نخلص من الفلويد الزياده ده. ونقلل الرينين اللي بيطلع الالدوستيرون. هنبقى نعرف الالدوستيرون ده المحاضره القادمه ده اللي بيحتفظ بالماء والملح، نقلله عشان عاوزين نخلص من الماء والملح. يبقى الفازوبريسين بيحتفظ بالميه، الالدوسترون والرينين المايه والملح قللناهم كلهم. لو عايزين مايه ولا ملح كله يلا ينزل. ونزود الهرمون اللي بيخلصنا من الملح والميه اسمه اتريال ناتريوريتيك بيبتايد، والاسم جميل اقراه من الاخر الاول. بيبتايد طالع من الاتريا. ما احنا قلنا مين اللي عرف ان الحجم زاد؟ الاتريا ريسبتور، عشان كده سموها فوليوم ريسبتور. فعشان كده هي اللي بتطلق هذا الهرمون. وتخيل بقى الهارت بيطلق هرمون يا ولاد. الهارت
لما يسألك هل الهارت بيطلع هرمون؟ اه. الاتريوم لما بيزيد السنترال فينوس بريشر، البريشر في الاتريا بيطلق هرمون اسمه اتريال، عشان تعمل اتريوم. ناتريوريتك يعني مدر للملح، نيتريوم يعني ملح، الصوديوم اختصاره ان ايه عشان اصل اسمه نيتريوم. وطبعا لما نرمي ملح، الملح في الاسموز هيشد ميه. يبقى شفت بقى الاتريال ريسبتور، عشان كده سموها اتريال او فوليوم ريسبتور، لانها لما بتلاقي الفوليوم زاد بتقلله، والضغط في الاتريال قليل فسموها لو بريشر ريسبتورز. والاسم الرابع موجوده في الهارت والبلمونري فيسل فسموها كارديو بلمونري ستيتش ريسبتورز. تعال نقول تاني في عجاله كم نقطه يا اولاد على الريسبتورز؟ قلنا 5. السايت موجود في الاتريا عند مدخل الفينز وفي البلمونري فينز، عشان كده سموه كارديو، عشان في الاتريا ده كارديو وبلمونري. طب كل ده فين؟ في الصدر، يبقى الانرفيشن فيجاس. طب هما ستريتش ريسبتور بيتاثروا لو حصل ديستنشن، لو الدم اللي راجع القلب السنترا فينوس بريشر زاد كنتيجه لزياده حجم الدم البلد فوليوم او زياده الفينوس ريتير. طب يعملوا ايه؟ قلت يبقى كده الضغط زاد، يبقى يزودوا الحاوي ويقللوا المحتوى. يزودوا الحاوي يبقى يعملوا سيستميك فازو دايلتيشن، عشان لما نعمل ليه سيستميك؟ عشان الدم ما يروحش البلمونري، لانه لو اتجمع الدم ده في البلمونري اخطر، لو حصل احتقان في الرئه بلمونري كونجيشن والميه ثابت الكابيلا ودخلت على الالفيولاي بلمونري دي مميته. وبعدين البيمبريدج اللي هو قال لما يزيد السنترال فينوس بريشر بيزيد الهارت ريت، لان الدم الفينوس زاد لازم نزود الهارت ريت عشان نعمل له اكسجينيشن. قلنا ده كلام بطلوا 1915. الهارت ريت بيزيد ده اذا كان الهارت اوريدي بطيء نمره واحد، والكلام ده هو عمل تجربه في الانيمال ولم تثبت صحتها على الانسان. ثم ننقص البلاد فوليوم، الهرمونات اللي بتزود البلاد فوليوم زي الانتي دايريتك اللي هو ضد اضرار البول، والالدوسترون اللي بيحتفظ بالماء والملح، دول ننقصهم ومعاهم رينين. وبالعكس اللي بيدر الملح بيرمي الملح، وحتى شوف مكان طلوعه رائع بالاتريوم، للاتريوم هو اللي اكتشف ان الحجم زايد فوليوم ريسبتور، يبقى نزود الاتريال ناتريوريتك بيبتايد، فدول يقللوا البلاد فوليوم. ايه النوت اللي هتكتبها هنا يا اولاد؟ انه هذا ريسبتور بلايز ميجور رول في الرابيد، مش بس في الرابيد ريجوليشن اللي بنتكلم عليه، ولكن في الانترميديت ريجوليشن كمان اللي هنتكلم عليه المحاضره القادمه باذن الله. طيب فضلنا لوحتين يا اولاد نخلصهم في عجاله، لان ده موضوع كتير مش عاوز اقطعه من نص كذا قطعه، لان انا اوريدي هقول الانترميديت والسلو في محاضره لوحدها. نيجي بقى الليفت فنتريكل ريسبتورز او يسموه كوروناري كيمو ريسبتورز، والناحيه الثانيه خدنا الريسبتور ده مع الريسبريشن اسمه لانج جي ريسبتور اللي هو سموه بالمونري كيمو ريفلكس. يبقى هنا كوروناري كيمو ريفلكس وهنا بالمونري كيمو ريفلكس، حتى انا حاطها لك في مقابله يا اولاد. يبقى ليفت فنتريكل ريسبتورز، يبقى ريسبتور موجود في الليفت فنتريكل، الناحيه الثانيه لانج، ده في الليفت فنتريكل، ده في اللانج او جي ريسبتور. دول بيشتغلوا مش بس ميكانو، دول تو ريسبتور بيشتغلوا على الوشين ميكانو اند كيمو. فبتاع الهارت اسمه كوروناري بيعمل حاجه اسمها كوروناري كيمو ريفلكس، بتاع اللانج بيعمل حاجه اسمها بالمونري كيمو ريفلكس. تاني بقى اولاد شجعوني، بنتكلم عليه في كام نقطه؟ 5 نقاط. سايت يقول لي الانرفيشن، من اسمه ده ليفت فنتريكولار ريسبتور، فموجود في الوول اوف ليفت فنتريكل اهو، وول اوف ليفت فنتريكل. طب الثاني كنا قلناه مع الريسبريشن، ارجع محاضره الريسبريشن، هو ليه سموه جاك جي؟ يعني جاكستا بالمونري كابيلري، موجود في الالفيولاي مجاور للبالمونري كابيلري. جاكستا يعني بجوار، كلوز تو بالمونري كابيلري، لما قلنا بيشتغل كمرقاب بيراقب الدم اللي في البالمونري كابيلري. لو في كونجيشن احتقان، لان الاحتقان بعد كده يؤدي لمصيبه اكبر ان الميه تسيب البالمونري كابيلري وتدخل الالفيولاي تعمل لي بالمونري اديما مميته. فربنا حطه في الالفيولاي جنب البالمونري كابيلري، جاكستا بالمونري كابيلري ريسبتور، وعشان كده اختصاره جي ريسبتور. طب هما الاثنين في اللانج او الهارت، دول فين اللانج والهارت يا اولاد؟ طالب قال لي دول في الصدر، يبقى هما الاثنين بالفيجاس اهي. طيب
نيجي بقى الستيمولاي وريسبونس للطالب الاسكر. ستيمولاي خد بالك بقى معلومه بمليون جنيه، دول الاونلي تو ريسبتور اللي بيشتغلوا على الوشين، حاجه غريبه قوي. اشتغلوا ميكانيكال كميكانو ريسبتورز وكيميكال بمواد كيميائيه. فالليفت فينتريكل ريسبتور بيشتغل لو الليفت فينتريكل حصل فيه مارك ستريتش، لان هم اساسا ستريتش ريسبتورز. طيب وده بيشتغل لو الرئه حصل فيها هايبر فنتيليشن، مالت زياده هواء هايبر فنتيليشن، او مالت سائل حصل بالمونري كونجيشن، احتقن بالدم او احتق فيه العب منها بالمونري اديما، وحتى بيشتغلوا مع البالمونري امبولاي. يبقى ده يشتغل لو الرئه وسعت بالهواء او بالدم، رئه فيها هواء ودم، فلو حصل فيها هايبر فنتيليشن زاد الهواء او زاد الدم بالمونري كونجيشن اديما. انما الليفت فنتكل بيشتغل لو حصل ماركت ستريتش في الليفت فنتكل، هنا مفيش هواء، هنا لازم يبقى ستريتش بالدم. خد بالك بقى دي معلومه مهمه قوي، غير ان هما بيشتغلوا ميكانيكال بيشتغلوا كيميكال كمان. لقوا في دراجز لو حقنوها في الليفت كوروناري في حاله الليفت فنتكل، او في البالمونري ارتي في حاله اللانج ريسبتورز، السيروتونين عارفينه بتاع البليتلس بيعمل فازوكونستريكشن، او فيراتريدين ده الكالويد، لو حقناهم لقينا الريسبتور بتستجيب المواد الكيميائيه. ودي كانت يعني حدث في الدنيا، اكتشفوا راجل اسمه بيزول جاريش ان في ريسبتور في الجسم بتشتغل كميكانو ريسبتور بالستريتش، وبتشتغل بمواد كيميائيه ككيمو ريسبتور. مش كده عاوزك تدقق فيهم جدا، مين الريسبتور اللي في جسمك اللي بتشتغل كميكانيكال اند كيميكال؟ الليفت فينتريكولار ريسبتور والجي ريسبتور بتاعت اللانج. عشان كده الريفلكس هنا يسموها ايه؟ كوروناري كيمو ريفلكس، وهنا بالمونري كيمو ريفلكس، لانها مش بس بتشتغل بالامتلاء في الهارت لو حصل له ماركت ديستنشن، هنا لو اتملت الرئه هواء هايبر فنتيليشن، او اتملت سائل بالمونري اديما او كونجيشن او امبولاي. ده اللي هو الميكانيكال، لكن بيشتغلوا كمان ككيميكال. طب ايه ريسبونس؟ ريسبونس ليه باخدهم مع بعض يا اولاد؟ هما الاثنين ميكانيكال وكيميكال، وهما اثنين الاستجابه بتاعتهم على الكارديو فاسكولار ريسبيراتوري سنتر، ريسبيراتوري سيستم اسف. الكارديو فاسكولار سيستم خد بالك هما بيشتغلوا لما الحاجه اتملت، يبقى الضغط عالي، يبقى مطلوب منهم يعملوا ايه في الضغط يا اولاد؟ يقللوه. يبقى هما اثنين على الكارديو فاسكولار يعملوا هايبوتنشن، نقصوا الضغط ويقللوا الهارت ريت برادي كارديا. يبقى مرة أخرى بيبعتوا انهيبيتوري امبلسز، اوعى تنسى. كل ريسبتور بتبعت انهيبيتوري، الخمسة كلها انهيبيتوري ما عدا البريفرال كيمو ريسبتور. طب تعالى على الريسبريشن. بيبعتوا انهيبيتوري امبلس فيحصل ترانزيانت ابنيا، النفس يقف. بس طبعا لما يحصل ابنيا بعد شوية هيتجمع السي او 2 وينقص الأكسجين، فذيس از فولود باي رابيد ريسبريشن. Followed by rapid respiration. دول اخر تو ريسبتور مهمين يا ولد. اللوحه ما قبل الاخيره. تعال نقولها تاني في عجاله. Left ventricular receptors او lung او G receptors. Left ventricle من اسمه موجود في الوول اوف ليفت ventricle، انما التاني موجود في الالفيولاي اسمه جي. جي يعني ايه؟ جاكستا يعني بجوار، يعني كلوز تو. جاكستا بالمونري كابيلا ريسبتور، انا ريسبتور اللي جنب البالمونري كابيلا، هو قال لك اسمه ومن اسمه قال لك موقعه. جاكستا يعني انا كلوز تو بالمونري كابيلا، يبقى شغال كمرقاب لايه؟ بيراقب لو حصل ان الالفيولاي في جنبيها دم كتير بالمونري كونجيشن، او دخل فيها ميه بالمونري قديمة سوائل، او اتنفخت هواء كتير هايبر فنتيليشن. طيب يبقى ده المكان ده في الول اوف ليفت فنتكل، ده في الالفيولاي بجوار البلمونري كابيلري. طب هما اثنين هارت ورئه، دول موجودين فين في حضرتك؟ في صدرك. يبقى العصب في حال في حالتين هو الفيجاس. قل لي السايت اقول لك الانرفيشن. طب نيجي للاستيمولاي، هما الاثنين دول بس يا اولاد، دول بس اللي بيشتغلوا ميكانيكال وكيميكال. ميكانيكال الهارت ممكن يتملي دم ماركت ستريتش، انما الرئه لا،
هايبرفنتيليشن، تبيلي هواء او تبيلي سائل بالمونري اديما او كونجشن، حاجه ميكانيكيه هي. وبيشتغلوا هما الاثنين، واكتشف هذا الكلام بيزو الجرش ان برغم ان دول ميكانو ريسبتور بيتاثر بحاجات كيميائيه دراجز، لما عمل انجكشن في الليفت كوروناري اتاثرت الليفت فينتريكولار ريسبتورز فسموها كوروناري كيمو ريسبتورز. لما عمل انجكشن للمواد الكيميائيه دي في البالمونري ارتري حصل لهم استيميليشن فسماها بالمونري كيمو ريسبتور او ريفلكس. ايه المواد اللي حقنها اللي جربها الراجل ده؟ سيروتونين وفيراتريدين. المواد دي بتتاثر، الريسبتور دي بتتاثر ميكانيكال بالامتلاء او بمواد كيميائيه. لو حقنتها في الليفت كوروناري يبقى كوروناري كيمو ريفلكس، لو حقنتها في بالمونري ارت يبقى بالمونري كيمو ريفلكس. يبقى عندهم تو ستيمولاي ميكانيكال وكيميكال، احب النظام قوي، وتو ريسبونسز على الكاردو فاسكولار سيستم وريسبيراتوري، بيبعتوا انيبيتور امبلس كاردو فاسكولار يوطي الضغط ويقلل الهارت ريت، هايبوتنشال براديكارديا طبعا منفخين، يبقى لازم نقلل الضغط ونبطئ القلب. وبعدين نوقف رئه ترانزنت ابل ويل بي فولود باي رابيد ريسبيريشن. انا برضو عايز اقول لكم حاجه لطيفه لاني قربت افرغ على البيزو الجارش. ايه قيمه البيزو الجارش ده؟ قيمته فكر معايا ان العميل اللي بيحصل لهم جلطه في القلب مايكاردال انفاركشن، حته في القلب بتموت، حصل جلطه في القلب حته في القلب ماتت، طلع من الحته الميته دي توكسينز. الريسبتور اللي في الليفت فينتريكل ده بيشتغل بمواد كيميائيه، فممكن يشتغل بدراج وممكن يشتغل بالتوكسينز اللي طالعه من الجزء اللي ميت في القلب. تفتكر قلب فيه حته ميته المفروض نشغله اكتر ولا نشغله اقل؟ يعني قلب حته ماتت فيه، قلب تعبان فيه انفاركشن، نريحه ولا نجهده؟ ده المثل بيقول don't flog a tired horse، ما تضربش بالكرباج حصان تعبان، don't flog a tired horse. فقيمه البيزل جارش انه فهمنا ان في ريسبتور في الجسم ما بتشتغلش بس ميكانيكال، بس ميكانيكال ده ممكن يشتغل كيميكال، هو جربها بدرادز، انما التطبيق ممكن الكيميكال ده يبقى التوكسينز اللي طالعه من الحته الميته في القلب. قلب تعبان في حته ميته، يبقى نريحه بطريقتين، برادي كارديا يشتغل اقل ونوطي الضغط قصاده هايبوتنشن. ده قيمه البازل جارش ريفلكس، وراء الخلق خالق. لما حته تموت في القلب مايكارد انفاركشن ويطلع منها توكسينز، الريسبتور اللي في الليفت فينتكل واللي في البالمونري في اللنج مش بس بيتاثر بميكانيكال فاكتور انما كمان بكيميكال فاكتور. النتيجه ايه؟ ان الهارت اللي مات في حته الضغط قل قصاده هايبوتنشن وبطا براديكارديا، وبيحصل ترانزنت ابنيا فولود باي رابيد ريسبيريشن. دول كانوا اولاد الخمسه ريسبتورز بتاعه الكاردو فاسكولار سيستم، واحد من الحضرات التقيلة جدا، خمسة ريسبتور بتتكلم عليهم في خمس نقط بس، طبعا اخر اتنين دول ما قلناش نوتس فيهم غير البيزل جارش اذا اعتبرتها نوت. بتتكلم على السايت يقول لك الانرفيشن، الاستيمولس يقول لك الريسبونس، وبعدين نوتس. خد بقى التجمعات دي واكتبها ورايا، بعيد الفيديو اكتبها ورايا. الخمسة ريسبتورز، الخمسة ريسبتور متصلين بالفيجاس، معلومة أولى. اتنين منهم بالإضافة للفيجاس متصلين بالجلوسوفارينجيا اللي هم مع بعض، فيجاس وجلوسوفارينجيا يبقى بافر نيرفز، اللي هم مين؟ أرتيريال بارو ريسبتور أند بريفرال كيمو ريسبتورز. معلومة تانية، معلومة تالتة، الخمسة ريسبتورز أربعة بيبعتوا إنهيبيتور إمبلسز، واحده بس اللي بتبعت اكسيتاتوري بريفرال كيمو ريسبتورز، هي الوحيده اللي بتبعت اكسيتاتوري، الباقي كله انهيبيتوري. اخر تجميعه، في الخمسه فيه اتنين بيشتغلوا ك ميكانو واحد ككيمو بريفرال كيمو ريسبتور، واتنين بيشتغلوا على وشين ميكانو وكيمو اللي هم الليفت فينتريكولار ريسبتور والجي ريسبتور بتاعت اللنج. أربع تجمعات في الـ MSQ، أسئلة بتخلي الطالب بره مخه تلف.
العبد الله ادهم لك ادي 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 اصعب اسئله في الحته دي. الخمسه ريسبتور في الكاردو فاسكولار سيستم، الخمسه متصلين بالفيجاس، معلومه اولى. اتنين من الخمسه بالاضافه للفيجاس متصلين كمان بالجروسو فارينجيال، وعليه يبقى الاثنين دول ما نقولش فيجاس وجروسو فارينجيال، نقول بافر نيرفز اللي هم ارتيريال بارو ريسبتورز، ارتيريال بارو ريسبتور وبريفيرال كيمو ريسبتور. انت فاهم ليه؟ لان واحده بتشتغل من 50 ل 160 والثانيه تحت 50. الخمسه ريسبتور بيبعتوا انهيبيتوري ما عدا واحده بس بتبعت اكسيتاتري، دي تالت معلومه اللي هي البريفيرال كيمو ريسبتورز. الخمسه ريسبتور فيهم ثلاثه، اثنين بيشتغلوا ميكانو وواحد بيشتغل كيمو، البريفيرال كيمو ريسبتور، واثنين بيشتغلوا ميكانو وكيمو. الارتيريال والاتريال ميكانو، هاي بريشر ريسبتور لو بريشر ريسبتور ميكانو بس، بريفيرال كيمو ريسبتور من اسمها كيمو بس، واثنين يشتغلوا ميكانو وكيمو اللي هو البيزول جارش اللي اكتشف الليفت فينتيكولار ريسبتور والجي ريسبتورز. يا نهار ابيض على رأي مدحت شلبي بتاع الكورة، أربع أسئلة في الجون، اقعد اسمع 100 مرة ومحدش يقولهم لك مخك يلف وما تجاوبش ولا واحدة فيهم. أدي أصعب حاجة هنا. تاني وأخيرا، خمسة ريسبتور متصلين بالفيجاس، معلومة أولى. اتنين من الخمسة بالإضافة للفيجاس في جلوسوفارينجال هيتقال بالبافر نيرفز اللي هم أرتيريال بارو ريسبتور، أرتيريال بارو ريسبتور من 50 ل 160 وبريفيرال كيمو ريسبتور تحت 50. الخمسه ريسبتور بيبعتوا انهيبيتوري، واحده بس اللي بتبعت اكسيتاتوري، واحده بس الاكسيتاتوري بريفيرال كيمو ريسبتورز. الخمسه ريسبتورز فيهم اتنين ميكانو، هاي بريشر ريسبتور ارتيريال بارو ريسبتورز، لو بريشر ريسبتور اتريال افوليوم ريسبتورز، واحده كيمو بس بريفيرال كيمو ريسبتور، واتنين على الوشين ميكانو وكيمو، ليفت فينتريكولار ريسبتورز اند لانج او جي ريسبتور اللي هو البيزل جيرج. يبقى طلعهم تكتبهم ورايا. نيجي اللوحة الأخيرة والأسهل، خلصنا الخمسة ريسبتور. نيجي نقولنا في سبع حاجات بيأثروا في السنترز، عطرة جنب higher centers of the brain. وباخد مثال حلو قوي يا أولاد، إن لاعبي الفريق القومي لفرقنا العربية ربنا وفقهم جميعا في كأس العالم في روسيا، تخيل مع قبل بدء المباراة بيصطفوا بقى وحواليهم جماهير بتصل لعشرات بل 100,000 أو أكتر. تعال نشوف إيه تأثير الهاير سنترز على الضغط. الليمبيك لوب اللي هو موجود عند الحد بين فصي المخ، قلنا ليمبيك يعني منطقة الحدود، والبري فرونتال أريا أوف سيربرال كورتكس بري هنا. خلاص، والليمبيك هنا عند منطقة الحد من اتنين، الليمبيك لوب والبري فرونتال، دول بتوع الاموشنز. يعني طبعا 100,000 بيتفرجوا على المباراة، يعني والناس ساعات بتقول الفاظ مش لطيفة، فقاعدين في حالة خضة. فقبل ما تبتدي المباراة بيفور ذا بيجينينج، البري فرونتال والليمبيك يبعتوا للهايبوثالاموس، الهايبوثالاموس تبعت للسيمباثيتك، افتح ودنك، كولينيرجيك يعني اللي بيطلع اسايكلين، سيمباثيتك بيطلع اسايكلين، ده بيروح لحتتين، سويت جلانز اند بلاد فيسلز وسكيتال ماسل. دلوقتي انا عاوز بقى بلاد فيسلز وسكيتال ماسل اللي بتكلم على الضغط، فيروحوا للبلاد فيسلز وسكيتال ماسل بيحصل لهم دايليتيشن، يعني الفيسل حصل لها دايليتيشن، يعني بقوا في حالة استعداد كده، وسعنا المواسير اللي جاية للماسلز في مباراة عاوزة يعني مجهود ضخم. ده at the beginning. بدأت المباراة بقى وهنجري. خلاص، الفازوموتور سنتر الهايبوثالاموس يبعت في هذه الحالة بقى للفازوموتور، ما يبعتش ده يعني في الأولانية، بعت دايركت للسبينال كورد للسبينال كولينيرجي، ما عداش على السنتر ده قبل المباراة، وسع الفيسل في حالة استعداد. بدأت المباراة الهايبوثالاموس يبعت للفازوموتور سنتر اللي بيعلي الضغط بطريقتين، فاكر؟ يزود الهارت ريت والستروك فوليوم،
وبعدين يعمل فازوكونستريكشن للارتريول زود ريزيستنس ما عدا بتوع المصل اللي مصر عملناهم دايلتيشن وفازوكونستريكشن مين زود فينا ستيدو من سما كارديك اوت فزياده الضغط تروح داخله في الفيسل اللي اوريدي مفتوحه ده ايه العظمه دي يبقى قبل المباراه فتحنا الفيسلز في اثناء المباراه زودنا الضغط فدخل الدم في الفيسل المفتحه قبل المباراه تصور الايموشنز ان هم قاعدين كده بيرقبوا الناس اللي في الاستاد والخضه مع بعض higher centers of the brain الليمبيك لوب شفت مكانها فين في الصوره ورا كده والبري فرونتال اريا في السيربرال كورتكس في اثناء الاكسرسايز يبعتوا للهايبوثالامس الهايبوثالامس يعمل حاجتين حاجه قبل المباراه يفتح الفيسلز واثناء المباراه يزود الضغط الهايبوثالامس قبل المباراه before the beginning of exercise تبعت impulse directly للسباينال كورد spinal cholinergic sympathetic ما تعديش على السنتر ما فيش ري في السنتر يعني قلنا السمباتاتيك اللي بيطلع على ستايل كولين بيعمل حاجتين sweat glands ودي دلوقتي مش موضوعنا وبلود vessels blood vessels of skeletal muscles فيحصل vasodilation of arterioles of skeletal muscles فتحت بس لسه ما فتحت بدات المباراه وهنجري بقى ده بيجينج اوف اكسرسايز الفازو الهايبوثالامس ما يبعتش للسباينال كورد يبعت للمضله للفازو موتور اريا تزود الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر فالدم يتدفق في الفيسل المفتوحه ايه العظمه دي في هنا كمدحت يا شلبي اديها له قولها بطريقتي نيجي اخر حاجه بقى سوماتيك افرنس يا اولاد دي سهله قوي فيا الفازوموتور اريا سوماتيك سمباثيتك ريفلكس فيا الفازوموتور اريا هناخد ثلاثه ريسبتور ياثروا في الضغط انتوا عارفينهم من الحياه بين ريسبتورز في نوعين من البين ريسبتور في كوتينيوس في الجلد وفي فيسرال في الاحشاء البين ريسبتور اللي في الجلد تزود الهارت ريت وتزود الارتيريال بلاد بريشر وتزود ريليس اوف ادرينالين حاجه هي كلها سمباثيتك الفيسرال بالعكس تقلل الهارت ريت وتقلل الارتيريال بلاد بريشر طالب قال لي ما عندكش طريقه نفتكرها قلت له هو في حته واحده ما عنديش فيها طريقه كله عندي طريقه طب عارف ايه الطريقه قال لي عارف ان وراء الخلق خالق ما اديك كوتينيوس بين يعني اضربك كده ويحصل لك بين كوتينيوس بين مفروض تدفع الاذى ده ليك يعني تستعد تتحفز يزيد الهارت ريت ويزيد الارتيريال بلاد بريشر فربنا خلى البين الكوتينيوس بين ريسبتور يعني واحد اذاك يزود ضغطك ويزود الهارت ريت ويزود ادرينالين عشان تستعد للفايت مش هتاخد على قفاك انما لو فيسرال بين يعني عندي مرض ضغط يعلى ليه يعني هتخانق مع مين تخانق مع الفيسرا ده بالعكس الفيسرال بين ريسبتورز تقلل الضغط وتقلل الهارت ريت طبعا لما الضغط يقل الواحد تلاقيه ايه ضايق تهمد فبقولها جمله جميله هتحفظوها مع حياتكم الفيسرال بين ريسبتور تقلل الضغط والهارت ريت فلما يقل الضغط والهارت ريت تتهمد فتتخمد فتنام انت الضغط قل مش قادر تتحرك فتنام فتخف شوف الروعه دي بين ودي بين بين من الخارج كوتينيوس بين ناس بتاذيك مش هتاخد على قفاك تزود الهارت ريت وتزود ارتيريال بلاد بريشر وتزود ارين لانك هتفايت مع انه بين ريسبتور كوتينيوس انما بيسرى مرض الصالح انك تتهمد فتتخمد فتنام فتخف مش تقوم تجري في الشوارع لو ضغط عالي هقوم اجري في الشوارع وانا عيان عمري ما هخف ففي الفيسرال بين ريسبتور تقلل الهارت ريت وتقلل الارتيريال بلاد بريشر فتتهمد فتتخمد فتنام فتخف نيجي يا اولاد اللي بعدها ثيرمال ريسبتور الكولد البرد بيعمل فازو كونستريكشن يعلي الارتيريال بلاد بريشر يطلع ادرينالين البرد بيزود الضغط طلع ادرينالين الهوت بالعكس بيبقى وشك احمر يعني حصل فازو ايه الحراره فازو دايلتيشن يبقى الارتيريال بلاد بريشر يقل وبيقل الادرينالين سهله الكولد يعمل كونستريكشن يعلي الضغط خلاص الهوت اللون الباس بيبقى احمر في الحر
مازل تيش تقلل الارتيريال بلاد بريشر ولا يعني. اخر حاجه بقى البروبريسبتورز يا اولاد اللي قلنا هنقول في 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 السي ان اس ليه سموها بروبريسبتورز، موجوده في الماسلز والليجامنتس والجوينتس، بتشتغل مع الاكسرسايز. في الاكسرسايز لما بعمل اكسرسايز من الحياه يا اولاد، الهارت ريت بيحصل لك ايه لما بتجري وتعمل اكسرسايز؟ بيزيد، وبيزيد الضغط. ده للطالب العادي، الطالب المتميز اللي هو حضرتك تقول هيزيد السيستوليك ويقل الدايستوليك بريشر، يزيد السيستوليك ويقل الدايستوليك بريشر. ده واحد من اطول موضوعات كان اللي هو ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. اتكلمنا على السنترز، الفازوموتور اريا والكاردياك انهيبيتوري سنتر، قلناها في اربع نقط اناتومي، وبعدين اتكلمنا على الفانكشن 2 في 2 1 في 1، وقلنا ان السنتر ده بيتاثر بسبع حاجات، خمسه ريسبتور في الكاردوفاسكولار سيستم، قلنا اتنين منهم واحده هاي بريشر والتانيه لو بريشر عشان تحفظها، واتنين كيمو ريسبتورز وليفت فنتريكولار ريسبتور اللي بتشتغل ميكانو كيمو، ادي زي تحفظ خمسه، ثم اتنين بره بره هاير سنترز اوف ذا برين. واديت مثال حلو قوي في الاكسرسايز قبل ما تبتدي، وسعت الفيسل، المباراه ابتدت، الضغط عالي والهارت ريت زاد، تدفق الدم في الفيسل المستعده المفتوحه. ثم السوماتيك افنس، اتكلمنا على ثلاث انواع من الريسبتورز، بين ريسبتور، وفي فرق بين كوتينيوس وفيسرال بين، وحكينا قصص لطيفه تفتكر. الاذى من بره الضغط يعلى، كوتينيوس عندك مرض من جوه تتهمت في تتخمت فتنام فتخف. ثيرمال ريسبتور الكولد والهوت، الهوت بيعمل فازو بيعمل وشك احمر، يبقى فازو ديتيشن هيبقى يقلل، الكولد بالعكس فازو كونستريكشن هيبقى يزود. بروبر ريسبتور مش عاوز اشرح اللي موجوده في الماسلز والليجامنتس والجوينتس، بتعلي الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر، الاوائل يزيد السيستوليك ويقل الدايستوليك. كده يا اولاد انا عارف محاضره جامده، بس انا ما اقدرش ادي بقى، لو اديت محاضرات صغيره هنحتاج عدد من الامانه بالحقيقه، يعني الوقت مشغول شويه، فبعوضها ان انا عندي وقت مستقطع كويس بديكوا كميه كويسه. واحنا علوم يعني خلصنا حوالي ثلاث ارباع الكورس، فلفاضل باذن الله قليل واسهل. دي كانت المحاضره دي انا يعني ببقى حامل همها، لانها انا عارف انها تقيل عليكم، اسمعها مرارا وتكرارا. وان في النهايه يعني اشكركم على وقتكم، وأتمنى أكون أفدتكم. ويعني الأهم يا أولاد أن أنا يعني بأطلب مساندتكم للأطفال اللي هم مرضى السرطان، لأن المحاضرات دي لصالحهم، فبأطلب المساندة بتاعتكم لهؤلاء الأطفال. البحر عداده من نقاط، يعني أنت هتعمل مكالمة تليفون لأي حتة أنت عاوز تتبرع لها، 57357 ده أكبر صرح لسرطان الأطفال في العالم، كنت بقرأ عليه البامفلتس بتاعته في تقريرات عالمية. المكالمة لن تكلفك شيء، حاجة بسيطة، مش يعني لو حاولت تستغل المبلغ ده مش تعمل بيه حاجة، لكن تذكر إن البحر عداده من نقاط، لو كل واحد يعني قطرة في الآخر بنصنع بحر، بنساعد ناس دي. وزي ما قلت هما احنا بنحتاجهم اكتر ما هم يحتاجونا، هم احنا بنساعدهم في الدنيا، هم بيساعدونا في الاخر. ما تتقاعس عن مساندتهم. وزي ما بقول يا اولاد، انا في ناس بتساعدني في الحياه في حاجات كثيره جدا، وانا بساعدكم على قدر امكاني، وبطلب منكم طب ساعدوا انتم الاخرين فتكتمل الدائره، كل واحد يساعد يعني اخاه الانسان أو أخي الإنسان، آسف، فتكتمل الدائرة. أنا الناس بتساعدني، أنا بحاول أساعدكم، تساعدوا التانيين، وأبسط شيء مكالمة هترجئها، يعني مش عارف يعني فعلوا ما تريدوا، بس يعني بأرجوكم مساندة هؤلاء الأطفال، ده يعني هيشجعني إن أنا ما بقي في العمر من صحة وأيام في العمر، I will do it لصالح هؤلاء الأطفال، لصالح
اي حد محتاج. وانتوا الاساس في القصه، انتوا المسانده الاساسيه منكم مع العدد. وزي ما بقول لو كل واحد حاجه بسيطه في الاخر القطرات بتصنع بحرا. اشكركم على وقتكم، واتمنى اكون فدتكم، واقابلكم باذن الله قريبا جدا مع الريسبيريشن. Good luck.